السلام عليكم ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. نناقش هذا المساء وضعية الاقتصاد الوطني، وذلك على خلفية قرار الحكومة بتوقيف 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية. سنناقش حيثيات ومبررات وأسباب اتخاذ هذا القرار، سنناقش كذلك عواقبه ونتائجه على الاقتصاد الوطني والمقاولات ومع مستوى عيش المواطنين بشكل عام، هل احترم المساطر السياسية والدستورية في اتخاذه؟ ثم ننتقل للحديث عن الإصلاحات المهيكلة الكبرى التي تنتظر البلاد لتجاوز الظرفية الاقتصادية الصعبة والمرتبطة بجزء منها بالظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وكذلك بعوامل داخلية. قبل الشروع في مناقشة محاور هذا الموضوع، أفسح المجال للحسين الزيق المكلف باستقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على البرنامج. حسين تفضل. شكرا سي جماعة، مرحبا بالمشاهدين. إذا بسرعة نذكروا بوسائل التواصل معنا. عندنا الرسائل النصية القصيرة، رسالة اس ام اس على الرقم 18 18. عندنا كذلك عنوان إلكترونية ولا إيميل مباشر للبرنامج اللي هو مباشرة @basque2m.ma، أو التفاعل معنا من خلال المواقع الاجتماعية بالإنترنت، خاصة فيسبوك تويتر اللي فيهم صفحات خاصة بالبرنامج. غنعرضوا الآراء والأسئلة ديال المشاهدين، شاركونا، نحن في انتظار مشاركاتكم. شكرا لك الحسين وللمشاهدين الكرام. سي نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، مرحبا بك. مرحبا. بداية، كثرت التعاليق في وسائل الإعلام وفي تصريحات المسؤولين السياسيين وغيرهم بخصوص هذا القرار، بينما يتحدث عن توقيف، وقف، حذف، إلغاء 15 مليار درهم من الاستثمارات. بماذا يتعلق الأمر بالضبط؟ وكما تعلمون الفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية يتحدث عن وقف تنفيذ الاستثمارات، أي أن بعض الاستثمارات التي كانت مبرمجة في قانون المالية سنة 2013 سيتم تأجيلها إلى سنة مقبلة. غادي تنتقل للسنة المقبلة. سي رشيد طلبي العالمي عن حزب التجمع الوطني الأحرار، مرحبا بك. أهلا وسهلا. ما رأيك في الرأي القائل بأنه بهذا الإجراء وبهذا الوضع ربما سنتجه نحو برنامج تقويم هيكلي جديد؟ التوجه إلى برنامج تقويم الهيكلي جديد مجددا، لا أعتقد ذلك، باقي ما وصلناش لهذا المستوى ديال الأزمة الخانقة، لكن إذا استمرينا في نفس النهج ديال التدبير خلال سنة ونصف اللي اعتمدته الحكومة الحالية أكيد غنوصلوا له. اليوم استيقظ الضمير لدى الحكومة وبدأت تراجع أوراقها فاتخذت هذا القرار. احنا ما متفقينش على هذا القرار، عندنا يعني مبررات ديالنا. الحكومة كتشوفوا قرار صائب، عندها مبررات، يمكننا في النقاش نطوروا هذا. لكن غير بسرعة سي جماعة، اليوم كنعيش واحد الظرفية خاصة. كحزب التجمع الوطني الأحرار في المعارضة كاين إشكالية اليوم اللي مطروحة على المغرب ككل، اللي هي القضية الوطنية. بالتالي من باب المسؤولية الملقاة على عاتق كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين التجند لتجاوز هذه المراحل الصعبة كما نجح المغرب في تاريخه، وهذا هو يعني السلوك ديال التجمع الوطني الأحرار منذ أن أنشئ، دائما يكون حاضرا في المحطات واللحظات التاريخية القوية ويدلي برأيه. يبغوا يستمعونا، رحنا كنساهموا في هذه البلاد بشكل أو بآخر، ما بغوش يستمعونا، على الأقل غنبلغوا الصوت ديالنا. نعم. سي عبد العزيز عمري عن حزب العداله والتنميه، مرحبا بك. شكرا. تكلمت يوم الاثنين الماضي في مداخله امام مجلس النواب اثناء مناقشه الوضع الاقتصادي للبلاد على انه هذا القرار ينبغي ان يكون ظرفيا فقط في انتظار اصلاحات وصفتموها بالمهيكله، شنو كتقصدوا بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سي جامع. على كل حال اتصور بان كنعقدوا هذا البرنامج فعلا في واحد الظرفيه اللي هي دقيقه، ما يمكنش ندوز بلا ما نتذكر عليها. هي في الحقيقه التطورات اللي كتعيشها القضيه الوطنيه ديال بلادنا، وهي قضيه كل المغاربه، قضيه الشعب المغربي. هذا الوقت ينبغي الاعلام العمومي ان يتعبأ كما الحكومه كما البرلمان المجتمع المدني من اجل الدفاع على هذه القضيه، لانه ما يمكنش تكون فعلا واحد المحاولات بدون توافق باش توسع الصلاحيات ديال المينورس. وكنظن وكنقترع عليك سي جامع انه حلقه اساسيه من هذه البرامج السياسيه المهمه ينبغي ان تكون هذا الموضوع. نخبرك ونخبر المشاهدين الكرام بانه غدا بعد نشره الاخبار المسائيه عندنا برنامج خاص ومباشر غنناقشوا فيه
مستجدات القضية الوطنية، ومن المرتقب أنه في حلقة يوم الأربعاء المقبل من هذا البرنامج مباشرة معكم أننا نرجع للموضوع. طمئنك السلام عليكم. طيب هذا الالتقاء ديال مهم جدا، طبيعة الحال البرمجة ديال النقاش حول هذا الموضوع ديال تنفيذ ميزانية الاستثمار، أنا في الحقيقة عندي واحد الملاحظة قبلها مني بالنسبة للقناة ديال الفضاء عمومي. المجلس الحكومي انعقد في 4 في الشهر، وزارة المالية اليوم كتستدعى لكي توضح للمغاربة حيثية القرار، في حين أن قناة عمومية جابت واحد التغطية إخبارية اللي كان الأساسي فيها هو تقارير معينة، وتم التركيز في البلاطو حضر واحد من المعارضة باش يوصل واحد الصورة بين قوسين سوداوية كارثة الأزمة ما كاينش الثقة في الاقتصاد الوطني إلى آخره إلى آخره. التصور احنا مع استقلالية الإعلام العمومي، لكن ماشي غير على الحكومة، على جميع مراكز النفوذ والتأثير. هذا أمر مهم جدا. بطبيعة الحال لما تذكرت على أن هذا إجراء هو جزئي ومهم واستعجالي، أكيد ديال الضيف، وهذا يعني كاين نشرات متعدده، ما كانش غير نشره وحده. السيد وزير الماليه ووزيري عندنا جوج الوزراء، كاين وزير الماليه ووزير الميزانيه، حتى واحد فيهم كان بطبيعه الحال. طبيعي هذا قرار ما غاديش يشرحه واحد من المعارضه. معارضه جبتي غادي ما غاديش تذكر على حيثيات القرار. طبيعي في الاصل هو ان اعلام عمومي كيجيب الوزير وبطبيعه الحال الراي الاخر. هذه فرصه السي العمري دابا نيتها. بعد احنا في 4 بعد 15 يوم على كل حال من المجلس الحكومه اللي اتخذ القرار، ما فوق ما جا الخير كينفع. لما قلنا بانه كاين واحد البنيه ديال التراجع خص المغاربه يعرفوها، ما بداش الان، من 2009 والعجز الميزانيه كيتنازل تقريبا بمعدل واحد نقطه على كل سنه، كان ضروري تاخذ اجراءات، ولكن هذا يمكن يحل الاشكال في 2013. ولكن ما غاديش يحل الاشكال على المدى البعيد. خصنا نذكروا بان الاصلاحات المهيكله الاساسيه اللي هذا نظام المقاصه اللي كان في السابق ما كيتذكرش، والان المد بغيت تفتح الورج نت المحاولات اللي تشويشي عليه وعرقلته او على الاقل تاخيري، او اصلاح انظمه التقاعد، او الاصلاح الضريبي الحقيقي اللي نراجعوا هذا النظام ديال الاعفاءات والنفقات الجبائيه. هذه الاصلاحات مصلحة بلادنا ومسؤولية وطنية، ماشي ديال الحكومة وماشي ديال المعارضة، ديال البلاد. غنفصلوا فيها السي العمري. السي خالد الشيبان عن حزب الأصالة والمعاصرة، مرحبا بك. مساء الخير. ما رأيك في من يقول بأن الحكومة اختارت الحل السهل في تدبير هذه الأزمة؟ بداية لن أطيل، ولكننا كلنا جنود مجندة في خدمة القضية الوطنية، وهذا شيء أكيد. نرجع للموضوع، صحيح أن الحكومة مشات للحل السهل. اليوم الحكومة اتخذت قرار، يمكن لي نقول بأنه قرار انفرادي، هناك تخبط، هناك ارتجالية في الأداء. الحكومة كان بإمكانها قبل ما تأخذ القرار تدوس عبر القنوات الرسمية اللي خاص يتخذ فيهم القرار. قانون المالية كيصوت عليه البرلمان، نواب الشعب اللي اختارهم الشعب. اليوم كان نبدلو جزء أساسي كنعتبره حنايا نقطة ضوء اللي كانت في الاستثمار العمومي، واحد النقطة ديال الضوء اللي تحقوا بها المجموعة ديال المكتسبات هذه في العقد الأخير، خاصنا نحافظوا عليه. الحكومة ماشي أول مرة غتاخذ قرار ديال تخفيض من الاستثمارات، وهادشي خاصنا نشرحوه. الحكومة اتخذت قرار بخفض الميزانية ديال الاستثمار في قانون المالية 2013، لأننا تسنى من 188 مليار درهم ل 180 مليار درهم. اليوم بعد 3 شهور من الأداء في سنة 2013 كناخذوا قرار ثاني بالتخفيض من ميزانية الاستثمار. كان يمكن كاين حلول أخرى يمكن غنطرقوا لها في البرنامج، ولكن كان بإمكان الحكومة أنها تفتح نقاش مع المعارضة، مع البرلمان، داخل البرلمان، تعطي النواب الشعب حقهم أنهم يقولوا كلمتهم، وإلى فوضوا لها وهي عندها الأغلبية داخل القبة، إلى فوضوا لها أنها تجمد هذا المقدار تجمده. اليوم كنطرح تساؤل على التوقيت اللي اتخذ فيه القرار، لأننا الحكومة أخذت القرار في واحد الوقت اللي البرلمان كان فيه واقف. كما قلت بطريقة انفرادية، هو قرار غادي يقيس جميع المؤشرات اللي مرتبطه به، لانه
الحكومه من تتقدم الميزانيه ديالها في الاول العام في قانون الماليه فهي كتعطي مجموعه من التوقعات مبنيه على مجموعه من المعطيات. هاي المعطيات اليوم الا بدلناهم فجميع المؤشرات كتبدل. دونك عندنا ملاحظات على الطريقه باش اتخذ القرار على الـ على الـ على الانعكاسات ديال القرار. ف غادي نناقشوها سي شيبان غنناقشوها بالتفصيل. الاستاذ محمد رج المحلل الاقتصادي والاستاذ الجامعي مرحبا بك. شكرا. من وجهه نظرك واش كتشوف بان الامر الحال بالنسبه لوضعيه الاقتصاد الوطني واش يتعلق الامر بازمه اقتصاديه حقيقيه ام فقط بظرفيه صعبه؟ وكل المؤشرات تتجه نحو الازمه. فالقرار ديال التجميد ما يعادل 15 مليار هو في حد ذاته قرار مهم في حياه الدوله المغربيه. هنا يمكن شخصيا نعطي قراءتين. قراءة من جهة الحكومة بحيث أنه انطلاقا بعد تجارب السنوات الماضية لوحظ أنه الميزانية ديال الاستثمار لم تنجز دائما 100%، كان ما يعادل 40 45 30 35% يتم ترحيلها إلى السنة المقبلة. في هذا المنطلق انطلاقا من هذه الوضعية اللي كتعيشها كل الميزانية فكان ماشي من الضروري التشبت بهذه الميزانيه ديال الاستثمارات والانعكاس ديالها المباشر وهي الزياده على مستوى ديال العجز المالي. ويمكن لنا بعد في اطار المداخلات الاخرى ان ادقق. كاين القراءه الثانيه من زاويه اخرى كتنطلق بانه المغرب الدوله دائما كتلعب دور اساسي، الدور المهيكل، الدور المشغل، المستثمر. فالدوله الا تخلات على الاستثمارات غادي تخلى على واحد مجموعه الوظائف ديالها، الوظائف ديالها التنمويه، الاقتصاديه، الاجتماعيه والسياسيه. ففي هذا الباب التاثير اللي غادي يكون بصفه مباشره اساسا على مستوى الاستهلاك، على مستوى مناصب الشغل، ثم كذلك خلق واحد النوع ديال الخوف داخل الاوساط الاقتصاديه. من الزاويه السياسيه كاين قراءه انه كاين هناك خرق، شخصيا لا ارى خرق من الزاويه القانونيه لأن القانون المنظم للميزانية باقي جاري فيه العمل اللي مازال ما تمش التعديل ديالو، يمكن للحكومة أن تأخذ هذا القرار، ولكن انطلاقا من الدستور الجديد واحتراما للروح الجديد وفي إطار المسؤولية والشفافية كاين بعض الآراء تقول كان من الضروري أن الحكومة تفتح نقاش على مستوى البرلمان، ولكن كما يعرف الجميع أنه إذا تفتح نقاش ربما غادي تشد في إطار قانون المال التعديلي اللي غادي تشد 70 يوم أو 60 يوم ما بين غرفتين، والحالة هذه أنه كان خصو يتخذ قرار شخصيا ربما في إطار الإنقاذ، ربما كان يتربح الوقت مع الأحزاب، المهم يمكن نزيدوا نعقدوا في النقاش. نرجعوا نشوفوا السيد الوزير الآن غنفصلوا يعني ربما في الحيتيات في الأسباب اللي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار، شنو هو أبرز عامل اللي خلاكم تاخذوا هذا القرار هذا؟ هو في الواقع ملي تنستمع للإخوان المتدخلين بعد أن أعطينا العديد من الشروح أريد أن أؤكد أن نبقى في النقطة التي تتعلق بالقرار التي اتخذته الحكومة المرسوم وننسى العمق. الإشكالية الحقيقية والموضوع الحقيقي اللي كان مفروض أننا نتناقش عليه عوض أن نبقى في جزئيات وهو الحالة الاقتصادية والمالية لبلادنا، لأن هذا هو عمق الموضوع. اليوم نحن في ظرفية دقيقة من تاريخ المغرب، نتحدث عن الجانب السياسي وفي هذا الإطار بالطبع الجميع مجند من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا وأن نواصل في هذه التبئة من أجل مواجهة أي ضرب لهذه الوحدة الترابية. ومن جهة أخرى في المجال المالي والمجال الاقتصادي المغرب صمد أمام الأزمة الدولية خلال سنوات، ولكن وهذا هو عمق المشكل من أجل الصمود أمام هذه الأزمة تم اتخاذ سياسة توسعية التي أدت إلى تعميق العجز بكيفية مستمرة. بحال قال الأخ في 2008 و 2009 كان لنا فائض، 2007 2008 2009 انطلق العجز 2.2%، 2010 4.7%،
2011 11%، أي في ثلاث سنوات العجز مستمر ب 2% 6% 6%، أي 2% سنويا. 2012 اتخذنا قرارات ومشينا في هذا التوجه لأن تبين بأن مواصلة في هذه السياسة التوسعية بحكم أننا نقولها بكل وضوح تنعيش أكثر من المستوى والقدرات ديالنا والهوامش ديال التدخل فتم استغلالها كلها، أنه قلصنا من وتيرة العجز. كان 2% سنويا وصلنا إلى نقطة في سنة ما بين سنة 2011 و2012 اللي وصلنا 12%. النتيجة في 2013 وهو في مارس ديال هذه السنة بحكم الأزمة الدولية وانعكاسات على الاقتصاد الوطني وقع تراجع في المداخل الجبائية وأساسا في المداخل ديال الضريبة على الشركات والمداخل كذلك ديال الضرائب الجمركية. مشات لنا ما يقرب من 3 مليار ديال الدرهم. النتيجة وهو إذا لم نقم باتخاذ أي قرار كان أن العجز كان غيوصل 8% من الناتج الداخلي الإجمالي. نحن في إطار هذه التابئة التي يقولوا الإخوان وإحنا معهم بأن إحنا جميعا ينبغي أن نتعبأ من أجل مواجهة الإشكالية، كان من الضروري على الحكومة وكنت أنتظر أن الطرح ديال الإخوان أن يكون كان من المفروض أن تقوموا بأكثر في إطار إيقاف تنفيذ هذه الاستثمارات باش نزيدوا نقلصوا من العجز، لأن في هذه العملية ربحنا نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي. اليوم الحمد لله كي نقول بأن تم العمل على إيقاف النزيف، ولكن وهذا اللي أساسي أن هذا التدبير ليس معزول، لأن العديد من التدابير تم إقرارها في قانون مالية سنة 2013 التي من شأنها أن تحسن من المداخل وأن تقلص كذلك من بعض النفقات، وتدابير التي من شأنها أن تساعد وتقوي الاستثمار العمومي بالنسبة للمؤسسات العمومية والاستقرار والاستثمارات الخاصة. نناقشوا التدابير. نشوف غير السيد الطبيب العالمي واش اقتنع بهذا المبرر اللي تكلم عليه السيد الوزير. لا لما كان ناخذوا الأرقام بشكل جاف ونخرجوها من السياق ديالها نعطيو لها القراءات اللي بغينا. السيد الوزير كان في الحكومة السابقة. السيد الوزير يتذكر جيدا أنه سنة 2009 كان فائضا كذلك في الميزانية. لا نقص ديال 2.2%. غير بلاتي نعطيو الأرقام وغادي نشوفوا. وقع واحد الاختيار أن الحكومة السابقة أدت ما مقداره 19 مليار درهم ديال المتأخرات اللي كانت مبرمجة على مدى سنوات، لكن ما تخلصاتش ذاك الوقت، هاد السنة كان خصهم يخلصوا 3 مليار درهم فيها. متأخرات ديال صندوق التقاعد، المتأخرات السيد الوزير. اسمح لي هادشي دار في عهد السي فتح الله والعلو. 2009 دار في عهد السي فتح الله والعلو، اسمح لي راني كنت في وزارة المالية وأعرف وزارة المالية جيدا وأعرف ما تقرر باش نكون واضحين. دابا غير المشاهدين اللي كيشوفونا تكون عندهم الصورة الحقيقية. أنا سمعتك. لا غير خذ كلمة من أجل التدقيق. خذ كلمة وقول هادشي ماشي صحيح. 19 مليار درهم ما كايناش في 2009. نعم. كان الفائض ديال الميزانيه ديال 2009 بحالو بحال السنه ديال 2008، وتم اتخاذ القرار وتم تاديه جميع المتاخرات والوثائق نرجعوا لها للاثبات، والا كنت غلط غادي نعتذر، والا كان هذا السيد الوزير ما عندوش اطلاع الله يسامح، لكن هذا الشيء كاين. والقانون التصفيه ديال 2009 اللي جا البرلمان 2010 فيه هذا الشيء. ثانيا في 2010 تم قرار اختيار، لانه شنو هو الاشكال المرتبط؟ كنتكلموا على قضيه الصحراء. حنا كان عندنا هاجس كالتجمع الوطني الاحرار وكان عندنا نقاش داخلي ولا بد انه نشرحوه، ان الحدود مسدوده مع الجزائر، ما باغينش المغرب انه ينمي الاقتصاد ديالو، يريدون تركيع المغرب باش ندخلوا في متاهات، وهو اللي كان رفضوه الان وما باغينش نعطيه ولا مؤشر واحد على الازمه، ومستعدين المغاربه مستعدين لجميع الحلول، لكن يتشفى فينا العدو ما كنرفضوها. ها كانت اختيارات، هذا الاختيار اللي تم ديال رفع الميزان نسبة العجز سنة 2010 كان فيه نقاش في البرلمان،
وكاين جوج المدارس، كاين من راسها كتقول لك 3% ونبقاو في التوازنات الماكرو اقتصاديه وما عندنا ما نديرو، وكاين مدرسه اخرى اللي كتقول اودي رفعوا من نسبه العجز، ورفعنا من نسبه العجز لمولات المشاريع ديال القطاعات الاستراتيجيه اللي اليوم الحكومه كتعيش عليها. لما كناخذوا الفتره ما قبل 2006 وكانت الميزانيه ماكرو اقتصاديا متوازنه، ماذا انتج الاقتصاد الوطني؟ انا السيد الوزير كنتكلم معك وزير الاقتصاد كذلك، ماشي غير وزير الماليه، ماشي مسؤول فقط على التوازنات الماكرو اقتصاديه، مسؤول كذلك على التنميه الاقتصاديه في البلاد، ودرنا اختيارات ومولنا ديك الاختيارات واستمرينا في التمويل ديالها. والسيد الوزير يعترف في لجنه الماليه وكيقول اودي هاد السنه الماضيه اللي كانت سنه صعبه فلاحيا لولا القطاع الصناعي، لولا الانتاج الصناعي والتصدير اللي ساهمت فيه ديك الرونو، اسمحوا لي نعطي الاسم، احدى الشركات اللي ساهمت ب 24% من الناتج الداخلي الخام، باش كانت غادي تكون؟ هذا التصريحات ديالكم السيد الوزير، باش كانت غتكون لو لم يتم تمويل قطاع ديال ايمرجونس المخطط الاخضر اليوتيس الى غير ذلك من القطاعات الاستراتيجيه، لانه كان الهاجس انه التنميه كان عندنا شعار رفعناه في الحكومات السابقه، كنقولوا ودي تنويع مصادر النمو وما نبقاوش معتمدين على الفلاحه فقط. فلما جات الجفاف وهذا العام الحمد لله كنتمناو، هادشي كنقولوه من باب الغيره وحنا مستعدين. ولكن السي العالمي هذه المخططات كلها اللي تكلمتي عليها وهذه اللي تم اطلاقها، ولكن الان وصلنا للظرفيه الصعبه. لا بلاتي انا ماشي لا بالظرفيه الصعبه، لا علاش الظرفيه الصعبه سي جامع؟ هادشي اللي قال السيد الوزير راه حنا متفقين معاه، راه قلناه له قبل ما يتصادق على قانون الماليه. قلنا اتونسيون، راه قلناه وكما بغاوش يسمعونا، وقع عناد وتحدي للمعارضه، وقلنا ودي راه سنه 2012 اللي كاين ظروف موضوعيه، جاء القانون الماليه في الشهر تمت المصادقه عليه في شهر 5، يستحيل تنفيذه بكامله في هذيك الفتره الزمنيه، وجاء القانون المالي في الشهر 10، يعني في سنه واحده خمس سته الاشهر درنا جوج قوانين ماليه، كنقول ودي نديروا رجلينا في الارض وما نحلموش بزاف وتكون عندنا مسائل واقعيه. ما بغاوش يسمعونا، الان جاو خداو هذا الاجراء، هي كان ممكن ناخذوا اجراءات اخرى. كذلك الرسائل ديال عدم طمأنه القطاع الخاص، واش ملي كنجيو للجنه الماليه السيد الوزير محترم كيسب القطاع الخاص، كيسب السجام، شكون اللي غينتج الثروه في البلاد؟ هذه خصها توضيح السي العالمي باختصار. ماشي هو ما كندويش عليه، انا ما تكلمت، هذا راه كاين نرجعوا للمسائل، ماشي السيد الوزير، ماشي السي نزار بركه اللي قبلتنا. لا المهم كان نقاش باش نسطروا، كان نقاش انتقاد مناقشه هذا الشيء كله ديال السب شويه صعيب، واخا باش ما نلطفوا الاجواء، كان انتقاد ماشي الهدف، انا ماشي هو اللي نوصل له. هذا الصراع اللي دخلت فيه الحكومه مع جميع الفاعلين، هذا هو الاشكال اللي كاين. نرجعوا كنقولوا ودي المساله قانونيه دستوريه ماشي قانونيه العمق، هذا غادي نناقشوها، هذه غادي نناقشوها لا غادي نناقشوها باش ما نسبقوهاش، نبقوا غير في المبررات. وهذا نشوف السي العمري بالاضافه لهذا المبرر اللي ساقه السي الوزير، واش كاين تفسيرات اخرى لهذا القرار؟ هو كاين في البدايه نقول سمعت بانه هذا ثاني مره الحكومه كدير هذا الشيء، هذا الشيء ما كاينش، ماشي ثاني مره كتنزل في الاستثمارات. الامر الثاني هذا لا يهم الاستثمارات للمؤسسات العموميه، يهم فقط الاستثمار الخاص اللي كاين في الميزانيه العامه، بمعنى اخر باش يكون معطيات دقيقه عند الراي العام، المؤسسات العموميه الاستثمارات ديال الجماعات المحليه بطبيعه الحال غتبقى في المستوى اللي كانت فيه. ما ننساوش باننا كنذكروا في سياق اللي هو تكلم على الحكومه هي حكومه شعبيه، هي جات في سياق اللي عطات نموذج متفرد ديال بلادنا، اللي هذا النموذج المتفرد استطعنا نشوفوا المحيط لا على مستوى الدول الشمال اللي محيط لا في الدول الاقليميين على مستوى الجوار ديالنا، انه استطاع هذا الاستقرار السياسي اللي نحمد الله عليه في بلادنا، انه جلب الاستثمارات الخارجيه في سنه 2012 زاد، وصلنا ل 29 مليار ديال الدرهم، واتوجهت لاول مره بطبيعه الحال قطاعات اساسيه، القطاع الصناعي، بمعنى اخر ان هناك اشعاع وثقه في الاقتصاد الوطني بما فيها التقارير الدوليه اللي كتاكد على هذه الثقه اللي كاينه في الاقتصاد ديال بلادنا، ونشوفوا نديروا في واحد المحيط اللي على مستوى الدول الاوروبيه اللي هو الشريك الاساسي ديالنا كيعيش حاله من الانكماش على المستوى الاقتصاديات ديالو، منطقه الاورو كلها اللي كاين سياسه الان تقشفيه في بعض الدول اللي هي تعتبر تقدميه، حنا ما وصلناش لهذه السياسه لا تقشفيه لا والو، كاين انه في سنه 2012
لما بان التنفيذ ديال الميزانيه بانت بان هناك ونفقات اللي تجاوزات ما كان مقدر. نفقه ديال صندوق المقاصد 2012 ولات عندنا 28 مليار ديال الدرهم زياده على ما كان متوقع. هدف بمعنى ربما ان التوقعات لم تكن دقيقه. هو اللي خص اللي كاين هو انه المعطيات ديال التنفيذ كتبان فبراير مارس عاد كتبان النتائج الحقيقيه ديال التنفيذ. لما كنجيو كنلقاو بانه يعني كتكون المعطيات دقيقه بان ما كان مرحلا المرحل من الاستثمارات بلغ بواحد الشكل 21 مليار اللي ترحل من 2000 ديال الدرهم من 2012 ل 2013. طيب اذا بهذا القرار ديال التخفيض ديال 15 مليار ديال الدرهم المستوى الشمولي ديال الاستثمار غادي يبقى في المستوى اللي كان فيه فوق من 180 مليار درهم بمؤسسات عموميه باستثمار ديال الوزارات. وثم هذا القرار هو كان فيه من ناحيه ترتيب الاولويات بالنسبه للوزارات ولا يهم الاستثمارات والمشاريع التي انطلقت ابدا. المشاريع تقرب بلاصتها، المقاولات تطمئن، المستثمرين يطمئنوا بانه الاستثمارات اللي كانت انطلقت غتبقى مستمره، بان هذا يهم يعني فقط الاستثمارات الجديده المفتوحه والجديده. كاين ترتيب اولويات اللي كيكون كل قطاع كيحددها كيحدد وبين النسبه ما كاينش نسبة إجمالية على الجميع، لا، كاين ترتيب هذه الأولويات. ففي المحصلة الإجمالية الجهد الاستثماري العمومي غادي يبقى بطبيعة الحال في المستوى اللي كان عليه إلا خدنا بعين الاعتبار نسبة التنفيذ عموما اللي كانت في جميع الحكومات حوالي 65% ديال التنفيذ ديال الميزانية. بطبيعة الحال هذه إذا هناك مناخ اقتصادي، هناك تقلبات ديال أسعار الصرف اللي ما نساوهاش، اللي غير في سنة 2012 راه تقريبا 4 المليار ديال الدرهم اللي كانت بالنسبة لارتفاع سعر ديال الدولار مقابلة الدرهم بحوالي 60 سنتيم، أثر على 4 المليار ديال الدرهم بمعنى آخر التكلفة ديال، وكذلك على مستوى ارتفاع أسعار ديال المواد الأولية وديال المواد النفطية اللي بلادنا. على كل حال ما عندناش مواردنا، واضح الموارد ديال الميزانية العامة ديالنا واضحة والمجالات ديالها محدود تقريبا واحد يعني البنيه ديالها واضحه للجميع. كاين امكانيه والنقاش بطبيعه الحال العمومي المثار حول ترشيد النفقات ونفقات التسيير، وهنا كنشكروا الحكومه في عين في الموضوع ديال السنه الماضيه دارت برنامج وصلوا يعني الترشيد واحد 3.3 مليار ديال الدرهم يا سيدي الوزير. تماما 3.3 مليار ديال الدرهم، واش هذا الشيء كافي؟ خصو يستمر، ولكن الهوامش فيه راه داك الشيء اللي محدوده بطبيعه الحال. نشوف سي هاشم واش قنعته هاد العوامل اللي ذكرها لا سوى السيد البركه ولا السيد عمري. لا اولا غير باش نوضح واحد النقطه، ميزانيه الاستثمار ديال السنه الماضيه والسنه اللي كاينه دابا راه قوانين الماليه موجودين والارقام موجوده. هناك تخفيض في قيمة الاستثمارات ما بين 2012 و2013 بالنسبة لكل سنة زدنا من 59 ل 58، الإجمالي زدنا من 188 ل 180، غير باش ما نتماوش تنكذبوا على المغاربة. اليوم القرار سمعنا المبررات اللي عطاتها السيد الوزير ولا الممثل ديال الأغلبية، خاصنا غير نشرحوا للمغاربة بعدا على ايش كنهضروا. راه تنهضروا على الاستثمار العمومي اللي هو المدرسة واللي هو السبيطار واللي هو الطريق واللي هو الاداره اللي غتقرب، اللي هما الخدمات الاساسيه اللي خص توفرها الدوله باش تنمي هذه البلاد. دونك اليوم الى عندنا واحد العجز مالي فاحنا قررنا كحكومه اننا نحبسوا مكتسب حققناه هذه سنوات كان في التصاعد. اليوم جينا غادي نقولوا للمغاربه فواحد الدوار مقطوع عليه ما كايناش الطريق، ما كاينش السبيطار، ما كايناش هذا، ما كاينش بزاف د الخدمات، حباس ساين 2014 ندوزوا هذه الازمه وعاد نجيو لعندكم. كاينين حلول قبل ما ندوزوا لهذا الحل، يمكن كان يقدر يكون اخر الحلول. لازم نعقب على هذا الكلام. اولا باش نكونوا واضحين، لا 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 اسمح لي ضروري، لان ما يمكنناش نخلي ان المغاربه المواطنين المشاهدين لا غتجي كلمه السيد الوزير وضح. كلمه باش ما يوقعش الخلط. اولا حنا هذا القرار تم اتخاذه لاننا بحال اللي قال الاخ المحترم، لاننا اعتبرنا ان من الضروري اننا نوفروا المستشفى
ونوفروا المدرسه ونوفروا الطريق للمواطنات والمواطنين. شنو الواقع الحقيقي باش نتكلموا بكيفيه بحال كنا تنهضروا على شي امور نظريا؟ كاين واحد الواقع. الواقع وهو اننا تنكتبوا اغلفه ماليه انما تطبقش على ارض الواقع. وبالتالي المشكل انا نفسر المشكل وهو انه اليوم تنجيو كان في الماضي انه النسبه القدره ديال الانجاز ديال الاداره هي 60% 64% هادشي تنحقوا سنويا. اذا كاين 46% ما تنحقوهاش. النقطه الثانيه وهو ان انا نوضح تترحل هي الاعتمادات المرحله لا توقف هي تترحل باش نكونوا واضحين. الاشكال اللي هو مطروح وهو انه هاد السنوات الاخيره وهذا بالطبع في اطار توجه لتقويه الاستثمار العمومي تم رفع الاغلفه الماليه. كانت وزاره كانت تجيها مليار رجعت تجيها 10 المليار. لان عندها الصعوبه والقدره ديال الانجاز. بالتالي شنو تيوقع؟ تيوقع ان في اخر المطاف تنفتحوا عشرات الاوراش وتا حاجه ما تيكمل، وبالتالي المدرسه ما تتكملش، الطريق ما تتكملش، المستشفى ما تيكملش، المستوصف ما تيكملش، وبالتالي لا المواطن تيستافد، لا الشركه والمقاوله اللي تتنجز داك الشيء تتستافد ولا تخلص، ولا المواطن ولا الدوله تتستافد لان ما كاينش الضبط. اذا الاشكال اللي تعطى اليوم هو تبين لنا شنو وقع. كاين الجانب ديال الحكمه الماليه. بقى باش في نفس الموضوع ما كتكملش نهائيا كتبقى سنوات. لا تتعطل تكمل المشكل هو لا باش نكمل باش نكونوا واضحين. المشكل شنو وقع؟ وهو انه وقع تراكمات كانت تنديروا 6 8 مليار ديال الدرهم ديال الاعتمادات المرحله البرامج اللي ما تتكملش وصلنا الى 21 مليار ديال الدرهم. 21 مليار الدرهم 18 مليار السنه الماضيه 21 هذه السنه. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ المعنى ان في اخر المطاف ما تنبقاو نكتبوا امور اللي عارفينها ما تحققش. وبالتالي اليوم اعتبرنا انه من الضروري اننا نعطيو الاولويه للاوراش اللي انطلقت ونخليو الاوراش الاولويه اللي هي اساسيه في مجال التعليم في مجال الصحه الى اخره انها تكتمل ونديروا الجهد ديالنا باش انه ما نعطيوش الحلم للمغاربه نبيعوا الحلم للمغاربه ونقولوا الواقع ان القدرات ديالنا ديال الانجاز ها هي وبالتالي النفقه ديال الاستثمار اللي تحققها هي وهذا الشيء اللي تم. وهذا الشيء عاد تعرف الان ما كانش معروف لا هذا وقع تراكمات ونوضحوها سنه 2011 سنه 2011 كنا عارفين السنه اللي دوزنا وكانت انتخابات سابقه لاوانها. سنه 2012 قانون الماليه تمت المصادقه عليه خلال ماي وبالتالي عاد بدا الانجاز. ورغم ذلك راه عكس ما قال الاخ بالنسبه لنفقات الاستثمار التي انجزت فهي تفوق نفقات الاستثمار التي كانت مبرمجه. فات 3.5 مليار ديال الدرهم نتيجه اللي كان بالطبع لا بالنسبه للاصدارات خليه يوضح لان الاغلبيه نوليو دي كونطابل انا جبت الماكينه وحسبت اسيدي نعطيك الحساب ونعطيك الاوراق وعطيتها لكم بلاصتي يا شباب انت تفضل. اسمح لي انا غير باش بغيت نوضح هذا الامر والسلام وبالتالي خليته هو يوضح فكرته. الو نتمنى ما يقاطعني حد لانني انا ما قاطعت حتى شي واحد. بالنسبه نهضروا على نسبه الانجاز ديال الاستثمارات قلنا انها لا تتجاوز في احسن الاحوال يعني 70%. بمعنى اخر كاين اللي كيقول بان هذا القرار كان دائما يتخذ غير هذه المره اعلن عنه ما عرفتش. لا باش نشرحوا هناك نسبه انجاز معينه للاستثمارات ما كتنجزش بنسبه 100% اللي ما لم يتم انجازه يرحل يعني انه تنجز منه. اليوم اتخذنا قرار بايقاف 15 مليار درهم وقلنا اننا غنحلوا المشكل. انا كمغربي باغي يفهم غادي ننجزوا هذا العام 100% من الباقي غنجزوا 100%. انا الى الحكومه اليوم غتعهد انها تنجز 100% من الغلاف اللي باقي يمكن لنا نتفقوا معها في واحد الجزء من القرار ولكن ما غاديش نحققوا 100% من الغلاف اللي باقي. اليوم مشينا لواحد 15 مليار درهم راه تنهضروا على 1500 مليار سنتيم كانت ستخلق فرص للشغل كانت متنفس للمقاولات المغربيه كانت متنفس للمقاولات المغربيه في ظل الازمه. القطاع الخاص يعاني والسيد الوزير يعرف هذا الشيء وراه كيتلاقى الباترونا وكيتلاقى الممثلين ديال القطاع الخاص. القطاع الخاص يعاني دونك الاستثمارات العموميه تعد متنفس. اليوم ملي اتخذنا القرار واش حسبنا شنو غيكون الانعكاسات بالارقام؟ راه الاقتصاد علم مضبوط
شحال غيأثر على النمو، شحال غيأثر على التشغيل، شحال غيأثر على الرقم المعاملات المقاولات المغربيه. غنوصلوا للانعكاسات. لا خديتوا لي الكلمه، خليني نكمل الفكره. لا دابا كتكلم على الانعكاسات، غادي نوصلوا ليها. انا غيطرح التساؤل باش نرد على المبررات السيد الوزير. غادي نوصلوا اليوم التداعيات غادي نناقشوها، خلينا غير نشوفوا السراج بخصوص واحد النقطة. هناك من يقول بأن بحال هذه القرارات كانت دائما تتخذ ولا تتخذ في غالب الأحيان ولكن لا يعلن عنها، تتخذ فعليا بطرق معينة قانونية إدارية مصدرية وغيرها، ولكن ما كانتش كتعلن. ربما الآن على حسب المدافعين على القرار أنه اتخذ بشكل شفاف وأخبر به الرأي العام. في نظرك أنت أي الرأي يعني صواب؟ وفعلا كم أشياء قضيناها بتركها، لان قبل الحكومات المختلفه، لان الازمه ماشي هذا اول مره، عشنا الازمه الاولى في 1964 65 غير انا ذاك كان عندنا على الاقل مؤشرات رسميه عبر المخطط، لان فوق ما كانت عندنا ازمه كان كيتبعها مخطط ثلاثي. مثلا ناخذ الازمه ديال 64 65 تبعها مخطط ثلاثي 65 67 مشينا في اطار توسع اقتصادي، عندنا مخطط خماسي، وصلنا للازمه ديال 1978 بعد انخفاض الاسعار ديال الفوسفات والبرامج الكبرى اللي كانت توجهت انذاك وما كانش الامكانيه ديال التمويل ديالها، دخلنا الازمه ومخطط ثلاثي 78 80. بما ان المغرب غادر كل ما هو ما بقاش كيتكلف وما يهتم بالتخطيط، الان ما عندناش عناصر اللي كتسمح لنا باش نقول له دخلنا عاود في ازمه بالمفهوم المخطط، ولكن كيبقى انه مي كندرسوا جميع الميزانيات لم تنفذ ما عدا النفقات ديال التسيير، الاجور الموظفين عندك دائما 100% ربما تمشي حتى اكثر من 100%، ملي كنوصلوا للاستثمار دائما كاين اشكال كبير. ما ننافقوش نفوسنا، ما نكذبوش على نفوسنا انه يستحيل تنفيذ الميزانيه بكاملها نظرا لواحد المجموعه المعطيات المساطير، ما غاديش ندخل للمشاكل اللي كنعرفوها في الاقتصاد المغربي. أنا غير باش نرجع للنقطة المتعلقة بهذه الميزانية، إلا خديت غير الأرقام ديال الميزانية ديال الاستثمار ديال 2012 كان هناك غلاف ديال 50 مليار. ميزانية 2013 غلاف ديال 61 مليار. إلا خديت الغلاف ديال 61 مليار زدت الترحيل ديال 21 مليار ديال 2012 عندي ما يعادل 82 مليار. من غادي نقص في إطار عملية حسابية ديال 15 مليار التي تم تجميدها غادي يبقى لي ما يعادل 67 مليار. الان الاشكال اللي مطروح واش الحكومه عندها الرغبه عندها الاراده عندها الامكانيات باش تنفذ هذه الميزانيه ديال 2013 بما الترحيل ديالها. النقطه الثانيه المتعلقه ب 15 مليار تجميد المهم تجميد انجال واش غادي تحذف نهائيا، هذا اشكال كيبقى من الزاويه السياسيه ان الحكومه هي اللي غادي تحمل المسؤوليه. كاين هناك انعكاسات فعلا، لو كان طبقنا ميزانيه ديال 82 مليار كان غادي يسمح لنا باش نوسعوا القاعده الاقتصاديه ديال البلاد، غادي تكون هناك امكانيه جديده ديال التوظيف ديال الشغل ديال الاستهلاك، الدوله غادي تستفد بصفه مباشره بتوسيع القاعده الجبائيه وغادي نحصلوا على موارد جديده. ولكن ما هو اقل ضررا؟ وهنا كاين نقاش بالنسبه للعجز، لان في اخر المطاف حتى 3% ديال صندوق النقد الدولي راه ما كان حتى شي نظريه علميه. انا ما كرهش غدا شي واحد يشرح لي علاش 3%، علاش ما نديرش 10%، علاش ما نوصلش حتى لواحد المساواه معين في اطار قرار ديال السياده. وكان بعض الدول اللي خداو قرارات كبرى منهم الارجنتين منهم البرازيل، ما غاش نجبد القضيه ديال بعض الدول ديال الشرق الاوسط ربما لاعتبارات سياسيه، ومنها اسرائيل في اطار الحرب ديالها وصلت لبعض الحالات ديال العجز، ولكن كيبقى قرار سيادي قرار سياسي على اساس انه اللي غادي نضيعوه اليوم في اطار العجز المالي واللي غادي نمولوه في اطار مجهود على طريق الوسائل الخاصه ديال الخزينه ولا اساسا القروض غادي تسمح لنا على اساس نوسعوا الوعاء الاقتصادي ولا الدائره الاقتصاديه للبلاد باش يمكن لنا نوفروا واحد المجموعه ديال الامكانيات للمواطنين والبلاد. فكيبقى الاشكال اللي مطروح واش غادي يبقاو في هذا النقاش ربما ماغاش المهم نقاش بين وجهتين. وفي اخر المطاف الاهم شخصيا احنا سامحين فيه هي الاصلاحات الهيكليه الكبرى اللي ترهن الميزانيه ديال الدوله منها صندوق المقاصه راه هو 53 54 غادي تزيد، عندنا التقاعد عندنا الوظيفه العموميه، دونك عندنا واحد المجموعه ديال الاصلاحات اللي هيكليه، وهنا تكون الشجاعه ديال جميع المواطنين واحد كل شيء عندنا غير هذه البلاد. بغات الاحزاب السياسيه
او كمواطنين، حتى واحد ما باغي البلاد ديالو ترجع للور، كلشي باغيين البلاد ديالنا تزيد لقدام، ولكن يكون شي حاجه واضحه وبالموس. وشكرا. قبل ما ندوزو ل ل ل ل انا سي طلبي الا سمحتي بسرعه بعجاله غير باش نقادو شويه الارقام. انا كان السيد الوزير كيقول اودي المبالغ المرحله، لانه كاين تقال شي كلام ما يمكنليش نخليه يدوز، وانا في المعارضه ما نخليهش يدوز. هذه دوله الحق والقانون، وان الاصلاحات التي همت وزاره الماليه من الاصلاحات الهيكليه الاولى اللي بنات المغرب الحديث منذ 98. تكون واضحين، قوانين التصفيه كتجي ما كاينش شي ميزانيه ديال الاستثمار تمت المصادقه عليها في البرلمان وتعمل لها شي حاجه خارج الاطار ديالها باش يمكن دازت. تنفذت كلها ب 100%. 100%. كيفاش؟ انا ماشي، انا وانا غير غلطت. انا كنتكلم على ميزانيه الاستثمار، لا اتكلم عن ميزانيه الاستثمار. وتعطوني ودابا واخا من بعد الطرح ديالي. نعطي الطرح ديالي. تفضل السي محمد. وهذا وديك الساعه الطرح ديالك انت اعطيه به، يعني احنا ما يمكنش يخلي امور تدوز. أنا كنتذكر أن ميزانية الاستثمار كانت وصلت 45 مليار درهم، بدات فاش بدات كطلع حتى وصلت ل 58، ياك هذا هو في 45 مليار كانت والسيد الوزير كيقول لك الاعتمادات المرحلة بين 6 8 المليار درهم سنويا حتى وصلت ل 10 سنة 2011، ياك سيدي متفقين على 2010 2011 لا 2011 وصلنا ل 18 مليار ونص في 2011 18 مليار، ولكن قبل وصلت 10 وكان 10 11 10 11 6 المليار او 10 المليار من 50 مليار ديال الاستثمار هي 20%، معنى ان نسبه التنفيذ السنويه هي 80%، بعدا ماشي هي 40% ولا 60%. تتنسى الاعتمادات المرحله ما تتحسبهاش في الحساب هو الاعتمادات المرحله كامله اللي جايه من عام 1990. لا باش الحساب تديرو كامل باش تعرف. دابا انا كنتكلم ان سولد ان سولد دي بيجي غوبور. ما ندخلوش في هذا الشيء ياك، وما ندخلوش. اذا نسبه الانجاز شي تقني، شي تقني بزاف. لا تقني، ولكن تقني غير باش ما ناخذوش كمبررات. ماشي مبررات، ما ناخذوش الا سمحتوا، ما ناخذوش كمبررات باش نبرو واحد القرار ديال اختيارات. نجيو للاختيارات ونقولوا اختارينا هذه ياك، ولكن ما نبنيوهاش على اسس ونلصقوا شي حاجه في الحكومه ولا نلصقوا شي حاجه في الدوله ولا نلصقوا شي حاجه في القانون باش يمكن لي نبرر واحد الموقف. انا كنجي كندير اختيار وكنتحمل مسؤوليتي في الاختيار. حنا اختارينا ملي كنا في الحكومه السابقه باش نديروا 4.7 ديال العجز، 4.5 وصلنا 4.7، واختارينا باش نديروا 4.5 السنه المواليه وصلت 6. درنا التدبير ديال ثلاثة الأزمات. دابا ما كاين، يلاه كاينه ازمه واحده. الازمه الاولى الماليه والاقتصاديه، الازمه الثانيه ارتفاع اسعار المواد الاساسيه، والازمه الثالثه الاجتماعيه. وحافظنا على التوازن الاجتماعي والتوازن الاقتصادي والتوازن المالي. بمعنى انه هذا الشيء الان ما تعملاتش حاجه على حساب اخرى. ماشي يعني الان الان بمعنى انه الان هذه المعطيات الان هذا الشيء اللي قال الاستاذ ماشي نتيجه لهذه الاختيارات اللي كانت، هذه الاختيارات ديال 2010 و2011 مزيان نحيدوها ما نديروش. راه نديروا السيناريو، نديروا السيناريو نزولوا هذا الشيء. كيفاش كان غيكون المغرب؟ لا يخليك سي طالبي، كيفاش غيكون المغرب؟ هذا هو السؤال. سي طالبي خصنا نكونوا واضحين. نعم باش نكونوا واضحين، حنا تنتكلموا على تنتكلموا مع المواطنين ونكونوا بكل وضوح. لا نقول لهم بكل وضوح، اولا انني اعتز بما قامت به الحكومه الاستاذ عباس الفاسي بالنسبه للخيار الاجتماعي، والذي تمكنا من خلال هذا الاختيار ان نطور، باش نكونوا واضحين، ان نطور وان نحسن ظروف عيش المواطنين والموظفين من خلال اولا تحسين الرفع الاجور ديال الموظفين، لجل ان المتوسط الاجر داز من 5500 درهم الى 7700 درهم بالنسبه للموظفين، بان الحد الادنى للاجور في داخل الوظيفه العموميه ارتفع كذلك. هادشي كله عنده كلفه سيدي. هادشي اللي بغا انا نوصل. وعلاش كنكرهو؟ لا دابا باش نكونوا واضحين، انت واحد تنكر تنكونوا واضحين، تقولوا دار واحد الخيار، الخيار وهو اولا اننا نعطيو المكتسبات للمواطنين واللي هما تيستاهلوا والموظفين تيستاهلوا وكذلك الاجراء في القطاع الخاص تيستاهلوا انه يكون تحسن كذلك الحد الادنى للاجر اللي ارتفع. هذا التوجه الاجتماعي هذه الحكومه ما يمكن لها الا تبقى فيه، ما كاين اي
تناقض، ولكن في نفس الوقت بحال اللي قال الاخ الجامع، في نفس الوقت كاين انه اليوم هاد الخيارات اللي تخطات في هذاك الوقت اللي كان عندنا هامش، اليوم الهامش ما بقاش، باش نكون متفقين. وبالتالي اليوم السؤال اللي طرحه، وانا متفق مع السيد الاستاذ اللي طرح الاشكاليه الكبرى، وهو القول شنو هو الخيار اللي كان عندنا. الخيار اللي تيقولوا فيه اننا نواصلوا في العجز، نوصلوا 8% ل10%، هذا الخيار فين كان غيأدينا؟ باش نكونوا عارفين، ان كان غيأدي الى بقينا في هذا التوجه، ان المديونيه ديال البلاد اللي وصلت اليوم ل 58% من الناتج الداخلي الاجمالي غتفوت 65% السنه المقبله، وغتفوت 70% السنه اللي من بعد. متى تفوت هذه المديونيه ترتفع؟ اولا النقطه الاولى اللي هي انها تؤدي الى ارتفاع ديال نسب الفائده. ارتفاع نسب الفائده تؤدي الى ارتفاع التضخم بالنسبه للمواطنين، ضرب القدره الشرائيه ديال المواطنين، تتؤدي الى ارتفاع تقلص ديال الاستثمار الخاص، وبالتالي تراجع ديال التشغيل، تتؤدي الى انخفاض ديال مستوى النمو، وبالتالي انعكاس سلبي لا على الحاله الاجتماعيه ديال البلاد ولا على كذلك الحاله الاقتصاديه. النقطه الثانيه وهو ان غنفقدوا الثقه، حنا عندنا الثقه الحمد لله على الصعيد الدولي من طرف المؤسسات الدوليه، من طرف مؤسسات التنقيط، من طرف باش نكون واضحين. السيد الوزير، واش كان قرار سيادي اتخذته الحكومه المغربيه ولا املاء من مؤسسه اجنبيه؟ لا، هذا قرار سيادي، ما كان في فتوى ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. باش نكون واضح، علاش؟ لان في البرنامج الحكومي اللي تقدم، اللي هو برنامج اللي تم المصادقه عليه من طرف مجلس النواب، وشنو هو الهدف اللي سطرنا؟ اننا غنخفضوا، لان كنا عارفين الحاله، اننا غنخفضوا من العجز المالي الى 3% في افق سنه 2016، وبالتالي الى فقدنا هذه الثقه غنفقدوا 40 مليار ديال الدولار، 40 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات الاجنبيه، هذا كذلك فرص الشغل اللي غنتفقد. وبالتالي اليوم القرار اللي اتخذنا حفاظا على النمو، حفاظا على التشغيل، حفاظا على التوازن الاجتماعي في بلادنا، لان هذا هو القرار الصائب الذي من شانه ان يمكننا من تجنب خطر على بلادنا. غادي نرجع لك لان خصنا ندوزوا للمحور ديال التداعيات. كان الامور اللي كان طلبات باش يدقوا معطيات، كنظن راه خصنا ندقوا المعطيات فعلا، واخا باختصار شديد. لان باختصار شديد السيد الوزير طالبي، هذه الوثائق وزاره الماليه راه من 2009 فاش بدا تراجع ديال نسبه العجز، ماشي في 2008 كما قلتي، راه في 2009. لا في 2009 فاش قلتي كان الخلاف مع الامر الثاني، ما كاينش تنفيذ الميزانيه الاستثمار 100% بتاتا. ميزانيه الاستثمار قلت 80%، لا قلت 80%. طيب نسب ديال تنفيذ الاستثمار موضوع ما كانت تقوم به الحكومات السابقه، صحيح انه الاثر ديالها باقي مستمر الان. لما كنشوفوا المديونيه راه الان اداء ديال فوائد ديال الدين العمومي 20 مليار ديال الدرهم. واش بغيتوا نستمروا في العمل ديال الاقتراض باش نغرقوا يعني التوازن المالي ديال الماليه العموميه؟ اظن ان هذا القرار هو من اجل ان نحافظ على سياده القرار الاقتصادي الوطني. الا ما كانش المعالجه ديال الموضوع ديال العجز، بمعنى اخر انك تخلي القرار ديالك ما كيبقاش على مستوى الوطني، بل كيسمح بطبيعه الحال ما كتبقاش الثقه اللي هي موجوده الان، وخصوصا عند زوبيا كاينه ثقه موجوده في اقتصادنا الوطني، كاين التدخل كان ضروري، الهوامش اللي كانت متاحه استنفذت في السابق. الان الحكومه مشكوره تجمع بين التوازنات الماكرو اقتصاديه وبين الاصلاحات الاجتماعيه الاساسيه، منطق التضامن، صندوق التماسك الاجتماعي، الاصلاحات اللي همت اصلاح الحد الادنى ديال الاجر بالنسبه للارسائر اللي ولات لا مهم، خليك لا هذا الاجتماعي راه مهم جدا، راه مهم جدا الموضوع ديال التقاعد. إذا سمحتي لأن خصنا نتقدموا السي عمري غير بالنسبة، راه هذا هو اللي خصو بالنسبة هذه عنده تكاليف، راه المواطن بطبيعة الحال ملي كيشوف هذه الاصلاحات الاجتماعية. السي عمري غادي ندوزو نشوفوا المحور ديال التداعيات، وقبل منه نتبعوا واحد الروبورتاج اللي نسمعوا فيه كذلك وجهة نظر رجال الأعمال والمقاولة، ونشوفوا واش فعلا هناك انعكاسات لا على المقاولة ولا على الاقتصاد الوطني بشكل عام. تابعوا الروبورتاج من إنجاز أحمد مكاوي.
جهة اليسار الميلودي بن حمان مقاول في قطاع البناء والأشغال العمومية يشتغل بالأساس على مشاريع تمولها الدولة. جهة اليمين محمد هاشمي يملك شركة لصناعة مكيفات الهواء أغلب زبنائه مقاولة تشتغل مع المؤسسات العمومية. توقيف 25% من ميزانية استثمار الدولة هل سيؤثر على المقاولين؟ كنا مستبشرين خيرا بهذا القانون المالي 2013، وإذا بنا باغت في وسط السنة تقريبا بنقصان 25% من الاستثمار اللي كتمس في الأغلبية ديالها التجهيزات الأساسية اللي كتعينا احنا كمقاولات البناء والأشغال العمومية، يعني كانت صاعقة كبرى بالنسبة لنا احنا. هاد الفلوس اللي حبسناها هاد العام ما استثمرناهاش، العام الجاي كنطمعوا باش تدخل فلوس أخرى للخزينة. منين غتدخل؟ أنا ما غنخدمش ما غنخلص ضرائب، إذا راه العام الجاي عاوتاني كاين مشكل، لأن هذا ماشي حل. إذا اليوم أنا المقاول وغدا ما بقاش استثمارات، غدا نقدر نولي في عكاشة، لان عندي اتفاقيات مع الناس خصني نخلصها، عندي دي فورنيسور، عندي ناس، اذا فين غادي نمشيو؟ كالعاده المولودي بن حمان يتفقد واحدا من مشاريع ورش بناء شطر من الطريق السيار الرابطه بين بني ملال وبرشيد، لكن هذا الصباح ياتي ليراقب سير العمل ولطمانه العمال. السبب خبر تجميد جزء من ميزانية الاستثمار وصل صداه إلى الورش، اللحظة لتبديد المخاوف. ملي جيت الصباح وأنا كنسمع في التساؤلات ديالكم والتخوفات ديالكم، حقيقة هنا ما كيبانش شي أوراش اللي هي واضحة اللي غتمشيو لها مباشرة من دابا 4 شهور أو 5 شهور، وإلا ما بقاش الشغل في المغرب إن شاء الله فاحنا غادي ننتجوا للسوق الخارجية ولا سيما السوق الإفريقية، نكونوا مستعدين باش نواجهوا هذا السوق الإفريقية ونسمحوا للأطر اللي يمكن في عاد ما تفقد شغلها والعمال نسمحوا لهم باش يمشيو يشتغلوا في الخارج إن شاء الله بحول الله. لغاية 31 ديسمبر 2011 وصلنا 3600 منصب شغل، ما بين يناير 2012 ويناير 2013 تصرحت تقريبا ما يزيد على 1847 منصب شغل اللي تنقصت، والنزيف ممكن يزيد. الناس عندهم كل واحد عنده عائله ديالو، كل واحد عنده ان كريدي، كل واحد عنده مسؤوليات كثيره، دونك من غادي ممكن نقدر نقول لك يقدر يتشرد، يقدر ما نعرف يقدر يخرج من الخدمه، هذا هو التخوف اللي عندنا كاملين. أثر تجميد جزء من ميزانية الاستثمار لن يمس فقط عمال الشركة المولودي بن حمان بهذا المقلع، حيث يستخرج المقاول الأحجار لتشييد طريق سيار صدى الأزمة وصل، الكل يسأل عن المصير. عفوا منك، واش كاين شي أوراش في المستقبل؟ واش كاين شي حاجة الناس باغيين يعرفوا؟ واش غادي نجاوبك ولدي بكل صراحة؟ يعني هاد الساعة ما كيبانش أنه كاين واحد الأفق في نطاق الفوز بصفقات اخرى اللي يمكن لكم تشتغلوا فيها مباشره. فهاد الازمه ما كنتقاش انا بوحدي، لان معايا ممولين، معايا لي فورنيسور اللي كيعطيوني المواد وكيعطيوني الماتيريال، معايا الناس اللي كيخدموا معايا تحت الباطي لي سو تريتون، كل هاد الناس اللي سكون ابيل المناصب الشغل الغير المباشره اللي كتقدر تقريبا بواحد 10000 ولا 15000 كلها غتقاش. نتوجه لقطاع آخر، هنا تصنع مكيفات هواء توجه بالأساس إلى مقاولة تشتغل في مشاريع تمولها الدولة. محمد هاشمي مقاول يجد نفسه أمام معادلة صعبة، زبناؤه المباشرون سيتأثرون بتجميد جزء من ميزانية الاستثمار للدولة. كاين عندنا إشكال، ما بقاش هذيك لا برودكسيون اللي كانت بنفس الطريقة اللي كاينة. المهم راه حاليا كاين عندنا نقص في أونيفو ديال لا برودكسيون وأونيفو ديال البيرسونال، اضطرينا نقصوا شي حاجة ديال الدراري على حساب لأن الخدمة عندنا ناقصة شوية. دابا هذوك الناس اللي باركين عندهم دابا أموا غيرجعوا، كيفاش غتكون الأمور؟ غيرجعوا خصنا نحاولوا. بالنسبه لحنا عندنا مشاكل كثيره، تخيل مثلا دابا عندنا فورنيسور عندنا معاهم دي كونطرا من برا، كنجيبو من عندهم بعد السلع، وكناخذوا واحد السلع على قبل العام، دابا هاد السلعه كلها اللي جبناها دابا ما غاديش نقدروا نبيعوها هذا العام، وغادي تبقى الامور كلها واقفه، والفورنيسور غادي يبدا يعيط على الفلوس ديالو ما غنلقاوش باش نخلصوه، عندنا دي ماشين شريناهم، عندنا دي بتي كريدي مع لا بونك حتى ما غاديش نبقاو نقدروا نخلصوهم. الله لا كارثه. استباقا للقادم، محمد هاشمي بدا يفكر في الحلول، البدايه من مصارحه المشتغلين معه بحقيقه الوضع، الابتسامه تليها المكاشفه. غادي تازم عندنا بزاف، دونك يفو فيغ فاس، يمكن غادي نضطروا ان اللي عنده شي طوموبيل سيرفيس غنضطروا انه غادي يحطها، لان ما غاديش نبقاو نقدروا نديروا الغازوال، يمكن غادي نعاودوا نديروا الترونسبور،
يمكن لي موبيل تما لي تليفون موبيل غادي نحبسوهم، ولكن راه الا هاد طروا ما دازتش يمكن راه لي سالير ديالنا على الاقل خصنا نهبطو من 50%. الصمت والنظرات الحائرة سيدة الموقف. كيبان لك انه راه المجهول، المجهول مظلم. هذا هو لا حيد 50% ديال الصالير. وبطبيعة الحال راه غادي تقلب على حاجة أخرى. دابا حتى الثقة ديال لي بونك غادا ما بقينا فاهمين شنو غنديروا. دابا تقريبا مر شهر شهر كنا فاش كتكون ازمه كنقدروا ناخذوا واحد طريف الفلوس باش نخلصوا الدراهم من البنكه. دابا كنظن حتى البنكين ما غيبقاوش يتعاملوا معنا لانهم عارفين البيروغاطا ملي غنخلصهم. ثقة الأبناكي في مهب الريح، تسريح للعمال في الأفق، المقاولان معا نموذج للمئات إن لم نقل الآلاف من المقاولين ممن تنتظرهم أيام عصيبة بعد تجميد 15 مليار درهم من ميزانية استثمار الدولة. إذا بعد ما ذكرنا ربما على الأرقام وبعض المعطيات المرتبطة يعني بالتبريرات والحيثية ديال القرار، أكيد ربما غيفهموها الناس يعني اللي عندهم يعني أكثر دراية بالمواضيع الاقتصادية والمالية. بالانعكاسات السيد الوزير غنعطيك كلمة، الآن ربما الانتظارات للمواطنين ولا للناس اللي كيتبعونا، واش هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه واش عنده انعكاسات أو لا لا، أو انعكاسات محدودة أو تفضل. لا، أولا أنا تبعت الروبورتاج اللي درتيه، وفي الواقع أتساءل عن أي مغرب نتحدث. كل صراحة ملي تبعت الروبورتاج أنا تنتفهم يكون تخوف، نتفهم أنه الواحد يمشي بعيد في إطار انعكاسات، ولكن كاين واحد الواقع اللي هو مغاير هذا الواقع اللي قربت اللي قدمتيه، على الأقل التصور ديال هاد الناس اللي تكلموا. نقول لكم علاش. النفقة ديال الاستثمار ديال الدولة هاد السنة آخر مارس أو بالأرقام مقارنة مع السنة الماضية ارتفعت ب 40%. واضحين نفقة الاستثمار ديال السنة 2012 كنا درنا 9 مليار ديال الدرهم في آخر مارس، اليوم حنا درنا 12 مليار و 400 ظرف سنة، وغنزيدوا في هذا التوجه. إذن هذا الأمر بأن صافي وقفات الاستثمار وقفات البلاد هادشي ما كاينش. البلاد ماشية الحمد لله، البلاد ماشية، الاستثمار ديال الدولة غيستمر وغنواصلوا الاستثمارات وغنوصلوا لداكشي اللي كنا حددناه بل شوية أكثر. وبالنسبة للمؤسسات العمومية، المؤسسات العمومية اللي هي المستثمر الأول، المؤسسات العمومية اللي عندها 120 مليار ديال الدرهم، يمكن نقول لكم بأن نجزات السنة الماضية 77 مليار، هاد السنة غتنجز على الأقل 10 مليار أكثر من السنة الماضية. إذن الاستثمار العمومي ديال القطاع العمومي سيكون أقوى من الاستثمار الذي تم السنة الماضية، وبالتالي اليوم غتخلق فرص شغل أكبر من السنة الماضية. يمكن نقول لكم بأن خصوصا أن الحمد لله هذه السنة راهي كذلك سنة فلاحية إيجابية، وبالتالي غتخلق جميع الكثير من فرص الشغل وغتنخفض البطالة. إذن ما نهولوش، ما نخلعوش، ما نقولوش الأمور اللي غتخلع المغاربة واللي هي خاطئة ويمكن نقول أنها مغرية، نقولها بكل صراحة، لأن هذا الشيء ما يمكنش يتقبل أننا نمشي في واحد طرف واحد، طرح واحد اللي هو خاطئ. النقطة الثانية باش نزيد نوضح الأمر. اليوم هذا المقاول اللي قال غدا يمكن يوصل للعكاشة، راه حنا غنجعلوا أن ما يكونش العكس اللي غيوقع، لأنه غيتخلص، لأنه الاستثمار غينتهي، وبالتالي ملي غيكمل الورش ديالو راه غيتخلص عليه، وحنا غنشتغلوا باش نقلصوا الاجل الاداءات ديال الدوله الأجل باش المواطن 24 دو جنبير حتى لافريل ماي يعني تمام. دابا الاجل الاداء، دابا الهدف غنبقاو فقط في 3 شهور، وحنا تنشتغلوا 90 يوم ما نفوتوش 90 يوم، وانطلقنا في هذا الامر. قلصنا بالنسبه للمؤسسات العموميه، كاين البعض منا اللي كان عنده 700 مليون درهم ديال المتاخرات، خفضناها ل 300، ومن هنا الاخرين يوم ما تبقاش هذه المتاخرات، بل حنا تنشتغلوا من اجل ان نحافظ على الشغل وان نخلق فرص شغل جديدة. إذن كونوا واضحين، هذا الأمر فهو أمر، القرار اللي اتخذناه فهو قرار لتهدف إلى الحفاظ على الشغل وإلى تعزيز النمو وإلى تحسين العلاقات ما بين الإدارة والمقاولة، لأن اللي تيقول بأنه غيدير شي أمر افتراضي وما تيتحققش راه ما تيكون عنده انعكاس. شيبان غير واحد نظرك، غتكون انعكاسات ما غتكونش، غتكون محدودة؟ اكيد كاين انعكاسات، غير واحد الملاحظه باش يكون توازن في الوقت، لانه الا جينا ناخذوا الكلمه كل واحد ياخذها كيف ما بغى، تنظن ان باش يكون انصاف للجميع.
بالنسبه لانعكاسات القرار اكيد كاين انعكاسات، اي حاجه كانت مبرمجه ما بقاتش مبرمجه كاين انعكاسات سلبيه، ماشي 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 ايجابيه، انعكاسات سلبيه. غير دابا كاين واحد الخطاب مزدوج، اتخذنا قرار باش نحبسوا العجز، اتخذنا نفس القرار باش ندفعوا النمو ونخلقوا تشغيل. راه كاين خطاب مزدوج، راه اتخذنا القرار حيت كاين مشكل، راه ماشي اتخذنا القرار كتدبير. هناك ابداع، هذا القرار هو اللي غادي يوصل نسبه النمو 5.5 ولا 6 وانه غيخلق مناصب الشغل. السيد الوزير ربط مقارنه بالسنه الماضيه، السنه الماضيه في هذا الوقت بحال هذا الوقت كنا باقي ما دوزناش قانون الماليه، وهذاك الشيء اثر على النمو العام اللي فات. راه دزنا من اكثر من 5% في 2011 نسبه النمو ديال 2.4 في 2012، وخلقنا اجمالي بالجفاف. فكان نكونوا نكونوا لا انت درتي النمو، انت درتي المقارنه مع السنه الماضيه، وثاني باش نكونوا كانت المراسيم، كانت عطات المراسيم استثمار انها تنطلق منذ شهر يناير، واخا سي هشام يعني هادشي اللي جعل انك نكمل الفكره. رجعنا للانعكاسات 2012 انعكاسات دابا ديال 15 راني جاي انعكاسات. في 2012 راه خلقنا اجمالي صافي ديال فرص الشغل 1000 منصب شغل، راه 127000 خلقنا 127000 منصب وفقدنا 126000 منصب، راه اجمالي صافي ديال 1000 منصب شغل، راه الوضعيه كارثيه. وهذا الشيء كان عنده انعكاسات في 2013، واي اقتصادي في هذه البلاد غادي تعطيه المعطيات 2012 وتقول له صوب لي قانون الماليه ديال 2013 غياخذهم بعين الاعتبار. الحكومه ما خداتش هذا الشيء بعين الاعتبار. اليوم جينا في شهر 3 تنقولوا بانه المداخيل الضريبيه اللي هي اللي كتعتمد عليها الدوله، حنا راه ما عندنا لا بترول لا غاز، المداخيل الضريبيه تراجعات. الله اكبر، راه 2012 النتائج ديالو كانت كتقول بانه في 2013 ها شنو جاي، راه الوضعيه الاجتماعيه زادت تازمات. اليوم تناخذوا قرار عنده تاثير على نسبه النمو اكيد. لا 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 الحكومه عطات التوقعات ديالها ديال نسبه النمو 2013 وبناتها على معطيات، اليوم غيرنا معطيات تغير نسبه النمو، اكيد عنده انعكاسات على التشغيل، لان 15 مليار سنتيم كانت مبرمجه، كانت 15 مليار درهم كانت مبرمجه، كانت غادا تضخ في, في في السوق، كانوا المقاولات معولين عليها، سورتو اللي شفنا في الروبورتاج في كل ما هو اشغال عموميه، اشغال عموميه. فاليوم هاد الناس اكبر المتضررين، هاد الناس اليوم ولاو تعاودوا الحسابات ديالهم، تعاودوا الحسابات ديالهم لان رقم المعاملات ما بقاش هو هو، الاستثمارات اللي كانوا غيديروا حتى هما القطاع الخاص الاستثمارات ديالو غادي يرجع للور. خلقنا واحد الخوف وسط الشارع، هو التساؤل واش كان امام الحكومه خيار اخر. انا جاي خلقنا واحد الهلع وسط الشارع عند المواطن العادي، اما المستثمر اما اللي وسط المعمعه راه خلقنا ليه واحد المشكل كبير. الحلول اللي كانت الحكومه راه غاده كدير الهروب الى الامام. اش كان مثلا الاصلاحات اش كان متاح مثلا؟ راه المشكل الميزانيه وصندوق المقاصه اللي كياخذ 55 مليار درهم راه 5500 مليار سنتيم، 80% كما جا في. وعلاش ملي كانت الهضره على الاصلاح ديالو كانت بعض الاصوات كتقول كان شي انتخابوي سياسوي؟ ما كاين، شوف هناك حكومه تسير ويجب ان تتحلى بالشجاعه انها تجيب مقترح لاصلاح صندوق المقاصه يتناقش ويتنفذ، لم يحدث هذا الى هذا النهار. راه المشكل الحقيقي في الاقتصاد اليوم في الميزانيه في اليوم هو صندوق المقاصه، راه تيستنزف 55 مليار درهم 80% منها محروقات. ونبداو بشحال كتستهلك السيارات ديالكم الاصلاح المقاصه؟ انا جاي لا باش نشحال انا جاي شحال كتستهلك سياره الدوله اليوم ديال اراده الحكومه باش نديروا الاصلاح؟ شحال كتستهلك انت خصنا نشركوا الجميع، شحال كتستهلك سياره شنو هو ودابا سولني ولا تسمعني السيد الوزير؟ جاوبني، انا كنجاوبك اليوم بعدا بلاص ما تاخذ هذا القرار نجيبوا طرح ديال اصلاح صندوق المقاصه، اصلاح النظام الضريبي، التهرب الضريبي، شحال ديال اليوم الدوله شحال كتسال؟ غنوصلوا ليه ملي غنهضروا. ها
انا قال واش اليوم واش تتسولني على المقاصه ماشي هو موضوعنا خاصني حلقه باش نعطيك الطرح ديالنا على المقاصه اليوم تنتحدث سي شيبان غن سي شيبان الا سمحتي لا الا سمحتي كمل الفكره ديالك لا سي شيبان غير باش ما رانا الوقت كيضيع بعدا نسمع بعدا المشاهدين اش كيقولوا تفضل الحسين والزيك نعم اذا الرسائل والمشاركات الاولى اللي تلقيناها من عند المشاهدين كتروح ما بين جوج ديال الاراء الاول كيشوف ان القرار لا محيد عنه خصوصا في الظرفيه عفوا الاقتصاديه الراهنه الراي الثاني يؤكد ان القرار في نوع من التسرع ربما تكون عنده تبعات سلبيه على الاقتصاد ديال البلاد نبداو مثلا مع السيده هاجر العنيبي من المحمديه كتقول ان الاستثمار ضروري بل هو مهم لنمو اقتصاد المغرب وتجميد هذا المبلغ ديال الاستثمار من الممكن تكون عنده سلبيات على المنظومه الاقتصاديه ككل في الجهه المقابله محمد ازلو من ازمور ومعه اوراق عبد اللطيف من مدينه او من اقليم بولمان كيشوفوا ان توقيف نفقات الاستثمار يدخل في اطار شفافيه التدبير العمومي وفي نظرهم ان الحكومات السابقه كانت تلجا لمثل هذه التدابير دون اخبار الراي العام. محمد الادريسي من مدينه الرشيديه كيسال الضيوف اليس في القرار خرق للدستور او ليس من الاجدر كذلك تشجيع الاستثمار اللي هو ركيزه اساسيه للتنميه. السيد عبد الغفور عثماني من مراكش ومعاه مصطفى السهل من مدينه الدار البيضاء وعلى لسان مجموعه المواطنين كيعبروا على تخوفاتهم من القرار اللي كيهم الاستثمار. في سؤال السيد نزار البركه وزير الاقتصاد والماليه هل يمكن طمأنت المواطنين ان القرار لن يؤثر على المعيش اليومي ديالهم. هشام امحرش هذا مغربي مقيم باسبانيا يقول بدايه القرار جري لكن يضيف ما يعاب على الحكومه هو عدم الاقرار بحقيقه الوضعيه الاقتصاديه المزريه اللي كتعيشها بلادنا. سؤال اخر من السيد محمد السباق من تمارا مع مصطفى البازي من مارتيلا ليست التباينات والفوارق الاقتصاديه الكبيره اللي كاينه في الجهات ديال المغرب هي السبب وجعلت الهوة تتسع خاصة من الناحية الاجتماعية اللي كتهم المواطن. ننهي بسؤال جانا من البريد الإلكتروني فريد بريغو هذا من خريبكا في سؤال السيد عبد العزيز العماري ممثل حزب العدالة والتنمية هل ما زالت الحكومة مصممة على إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد وضمان 3000 درهم كحد أدنى للأجور كما تعهد الحزب بذلك أم أن الأزمة الحالية وكذلك القرار الحالي سيحولان اليوم دون تنفيذ هذه الإصلاحات؟ سي الطالب العالمي شكرا سي جماعة فعلا نغير بسرعة بعجالة بشكل وبموضوعية وبمسؤولية سيد الوزير الأول سي عباس الفاسي كيجي كيعمل تصريح في البرلمان كيعطي جوج النساب 3% ديال العجز المالي 5% ديال النمو المعدل ديال 4 سنوات ديال التدبير وتدبير 3 أزمات من أكبر الأزمات ما نساوهاش نسبة ديال 4.8 ديال النمو 3.1 ديال العجز هذا هو اللي كنحتكموا له هذا هو المرجع ماشي اللي بغى شي حاجة معدل ديال 4 سنوات تدبير 3 أزمات من الأزمات الكبرى الآن باش ما نبقاوش نقولوا راه داك الماضي هو السبب ما السبب هذا وغير كنتكلموا المرجع هو الخطاب ديال السيد الوزير الاول امام برلمان النهايه هو النتائج الان اللي عملت الروبورتاج اللي عملته المقاوله والاجراء اللي خدات الحكومه وداك الشيء انا الحكومه هذه مسؤوليتها هما دايرين تصريح امام المغاربه مصادق عليه البرلمان عطى فيه نسب معدل ديال 5% ديال النمو و 3% ديال العجز ماشي هذا اللي كنناقش انا غنتحاسبوا في خلال المده الزمنيه ديال الحكومه لما تنتهي انا اناقش الخيارات هادشي نبهنا له في احنا علاش كان دابا كنغوتوا كنقولوا نبهناكم باش ما تطيحوش في هادشي وجاو داروه لو كنا عملناه داخل القانون المالي هاد المشكل ما كانش غيتطرح لكن رغم ذلك هناك واحد التزام خلقي أو أخلاقي ما بين الحكومة والبرلمان لما جاو بغا يزولوا هاد 15 مليار كان خصهم يرجعوا للبرلمان علاش غترجعوا للبرلمان؟ لأن البرلمان حدد الأولويات ديال الصرف اليوم بأي حق كتجي خارج البرلمان وكتحدد أولويات أخرى كتجي الفلاحة وتزولوا 2.2 مليار درهم مثلا لحقاش هو الأول الداخلية وقيلة 1.7 مليار والمالية إلى غير ذلك بمعنى آخر بناء على تدابير
مسطريه اداريه كتاخذ قرار سياسي، هادشي اللي ما متفقينش عليه. اما المسؤوليه الاخيره غيتحاسب عليها الحكومه. الان واش عندهم الحق؟ يعني ماشي عندهم صواب الاختيار. صواب الاختيار كنقولوا لا اخطاتم ويسمحوا لي، وكنقول المسؤوليه ماشي كان باش نتشفوا. نقسم الاجور؟ لا انا ما قلتش نقسم الاجور. واش غادي شنو هي؟ لا مزيان بغيتي نعطيك الراي ديالي، نعطيك الراي ديالي غير نرجع للروبورتاج ونعطيك الراي ديالي. بالنسبه للروبورتاج حنا ماشي في واحد الاقتصاد اللي صافي باش نكونوا باش مع ضرب بلادنا هذه نكونوا مسؤولين. حنا كنقولوا من باب المسؤوليه ومن باب الغيره. بغيتي الراي ديالي انا كنطمئن الراي العام الاقتصادي ان البلاد بخير. المشكله فين؟ هو في العنصر الثقالي للحكومه اللي كتبداو كتشتغل وكتدوزوا بعد لي ميساج بلا ما تعيق. هو كتبغي تقلب على اصوات وكتزرع السم في المجتمع. هادي اللي ما كنبغيوش. لما كتجي كتقول انه ما تصرفاتش الميزانيه السابقه، انه كان تدبير بشكل كانه كاين شي شومبر نوار كتصوب فيها قرارات الى غير ذلك، هذا هو اللي كيخلق هذه الازمه. لا هذا هادشي خصنا نتجاوزوه، تحملوا مسؤوليتنا. اللي كياخذ شي قرار يتحمل مسؤوليته. خديتوا هذا القرار بغيت تحملوا مسؤوليته، رائع. النقطه الاخيره وغادي باختصار نسكت واسمح لي. لا ضروري لانه شنو ممكن ديروا؟ كاين بزاف ما يدار. عندنا حلول. هذا هو المحور اللي غادي نجوا له الان. خلينا نسمعوا بس عمري تعقيب على هذه النقط اللي قلتي. واخا ايوا على كل حال انا كان في الحقيقه ملي سمعت لهذا الروبورتاج اسمح لي السي جامع تفكرت الروبورتاج اللي درته كذلك في التغطيه الاخباريه والتساؤل عريض. واش حنا في واحد البلاد في واحد الوطن سفينه وحده وخصنا اعلام عمومي مسؤول؟ هذه التصريحات ديال المسؤولين المقاولين تصريحات ماشي كلها منتقات بنفس المنطق. شنو كان خصو يدار؟ ما تدوش. كاين عندك قطاعات، كاين رجال اعمال، قطاعات، مؤسسات اللي على كل حال دارت تصريحات في وسائل الاعلام الصحفيه واشادت بالقرار وقالت بالعكس بان اذا تحكمنا في نسبه العجز غادي يعطينا وضوح في الرؤيه. غادي كاين السي جامع كان خص التقرير كذلك يتذكر على ان هذه المقاوله المغربيه هذه الحكومه درت لها اجراءات اعطتها الافضليه ديال 20% من الصفقات العموميه، بقات الان الاستثمار العمومي كيمشي للمقاوله الوطنيه بشكل مباشر في نسبه 20%. كيخص التقرير الروبورتاج قال يقول كذلك على ان تم تخفيض ديال الضريبه على الشركات بالنسبه للشركات الصغيره اللي عندها ارباح اقل من 300,000 درهم الى حدود 10%. كاين خص من 30 الى 10%. كان خصو يتكلم بان كم تخفيض الضريبه على الدخل بالنسبه للمتقاعد 100,000 غادي يكون معفي. كان خصو يتقال بان الاسترداد ديال الضريبه على القيمه المضافه راه الحكومه من 2012 ل 2013 تزاد 1.4 مليار ديال الدرهم. كان خصو يتقال بان الاستثمار العمومي من 2012 ل 2013 تزاد 2.5%. المقاوله بخير على الشركات الاجنبيه اللي كتجي. لا اسمع السي عمر باش نوازنوا الامور. كان كادير خصو يتكلم على الشركات الاجنبيه اللي كتجي وما كتخدمش هي، كتاخذ فلوس من البنوك المغربيه. الشركات المغربيه اللي كتقوم بالاشغال من بعد كتخرج بحال هكا كتمشي والشركات المغربيه ما كتخلصش. دابا فاش عطينا الافضليه للمقاوله المغربيه شنو معناتها؟ معناتها بان هذه المقاوله المغربيه اللي غتبقى تستافد من هذه الصفقات العموميه الان في نسبه 20%. اش الهدف الاساسي شكون هو؟ اننا ما نديروش رسائل اللي تكون ربما الهدف هو تكون واحد المعارضه للحكومه او كذا، وكنساو بان راه الصوره ديال البلاد خصنا نتكلموا كما قال السي محمد اول مره كنكتشفها السي محمد رشيد الطالبي العالمي، خصو نتذكروا بمسؤوليه بوطنيه. احنا في واحد البلاد وواحد الوطن ديالو كاين صوره متميزه ديال بلادنا في الاستقرار خصنا نحافظوا عليها. طيب القرار انا كنقول بان كانت جراه بان تفتح، انا كنظن نقاش عمومي في الموضوع. علاش؟ لان اعتمد القانون التنظيمي الماليه في المادة 45 صريح وواضح، وهذا ماشي ديال دابا هذا القانون التنظيمي، هذا ديال 1998 كالتزام اخلاقي نرجو نراجع الاولويات. طيب لما المرسوم كان صريح. لا ما كاين مشكل. المرسوم صريح، هذا من حق الحكومة خداتها بروح السلطة السياسية المسؤولة على التوازنات الماكرو اقتصادية ودارت الإخبار للبرلمان في إطار اللجنة المالية اللي جا السيد الوزير وكان نقاش مسؤول. هذا الوضوح وهذه الشفافيه التي اقتضاها الدستور الجديد كنظن بان لو كان ما كانش ما كاينش غادي النقاش حول الايجابيات. الان ان يكون راي مخالف هذا مقبول، لكن ان يكون التنسيب، ان يكون المسؤوليه،
انه ما نديروش واحد الجو اللي كما كان في الروبورتاج السابق انا بان له قال هذاك المقاول سنه كارثيه سي كاتاستروفيك والازمه والابنك الناس كيخرجوا فلوسهم وغادي نسردوا نشرحوا العمال واحد الصوره سوداويه اللي سمع داك الشيء غادي يقول واش حنا في المغرب اللي كاين فيه واحد يعني كنعموا في واحد الجو ديال الاستقرار وديال النمو طيب واش كاين اثار كي غتكون اثار لكن على مستوى النمو حيت كنقولوا بان الاستثمار في مجمله بالمرحل وبالمؤسسات العموميه اللي بقى ما تغيرش هاي وبالجامعات المحليه اللي خصها تحرك هذيك الاموال اللي ما يمكنش نقولوا بان راه الاثار هو كارثي على النمو بالعكس كنظن بان التحدي شكون هو؟ هو الرفع من القدرات ديال الاداره من اجل الانجاز من اجل التنفيذ خاص الجميع يتجند من اجل التنفيذ وبكل تاكيد الاوراش القائمه الحاليه ما عندهاش اثار ثم الاستراتيجيات القطاعيه لما نشوفوا الان ما يجري في القطاع الصناعي او غيره الان بدات الثمار لما كنشوفوا ما يقع في قطاع السيارات في قطاع يعني الطائرات كاين فرص اللي يمكن تطور وفي ظل الازمه يمكن نستثمرها باش نخلقوا فرص القيمة المضافة والنمو. سي عمر ندوز للمحور الأخير ديال ربما الإصلاحات الكبرى والكبيرة اللي باش خلينا أنه نتجاوزوا هذا الإجراء الظرفي ربما ولا هذا القرار بغض النظر يعني عن التداعيات ديالو. اليوم نشوف أستاذ رهج من موقعك وأكيد أنا غنطلب منكم تكونوا مختصرين لأن ما بقاش بزاف الوقت في نظرك أنت شنو هي الأولويات مثلا في الإصلاحات الكبرى اللي خصنا نبداو بها باش نتجاوزوا بحال هذا بحال هذا الظرف؟ بصفة موجزة جدا الانطلاق بالهيكلة ديال الميزانية ديال البلاد. المغرب بلد إمكانياته محدودة. رغم الغنى اللي عندنا من باب الموارد البشريه ديالو والكفاءه ديالو رجالا ونساء الوقت ملي كتجبر الميزانيه تهيمن عليها نفقات تسير كاجور الموظفين يجب مراجعه نظام الوظيفه العموميه ما كنطلبش التسريح ديال الموظفين لا يجب المراجعه فتح نقاش وطني حول الوظيفه العموميه النقطه الثانيه صندوق المقاصه كيف ما كانت الحلول التي سيتم اقتراحها قبولها او رفضها داء ينخر حاليا ميزانيه الدوله. النقطه الثالثه تقاعد لان ما نساوش ان الدوله من المشغلين الكبار في البلاد كيدفع سنويا النسبه ديال المساهمه في صندوق التقاعد. الان صندوق التقاعد كما يعرف الجميع دخل في ازمه وسؤال مطروح هل ابتداء من 2015-2016 المتقاعدين المقبلين سيحصلون على تقاعد بعد اشتغالهم 40 سنه داخل دواليب الدولة. ثم ربما النقطة الأخيرة ما كتذكرهاش ولكن كيبقى في آخر المطاف. غادي مازال نرجع لك السي رهج وكاين كذلك تامل الحلول والمناقشات اللي تات غير الإصلاح الجبائي. الإصلاح الجبائي ونتابعوا كذلك هذا الروبورتاج والصعوبات اللي مرتبطة به خصوصا فيما يتعلق بالعنصر البشري وغنرجع لكم في التدابير الأخرى وفي الإجراءات الأخرى. الروبورتاج دائما لأحمد مكاوي. نحن بأهم مديرية للضرائب بالمملكة مديرية الدار البيضاء حصلت السنة المنصرمة 55% من مجموع الضرائب على الشركات وعلى الأشخاص للمغرب كله المحصلون للضرائب يشتغلون وسط مجموعة من المشاكل أهمها نقص العنصر البشري دونك ونشوفوا البروبليم ديال ليفيكتيف ديدي اون بيرمانونس او ريسيت داكور إعادة الهيكلة على مستوى المديرية ديال الضرائب الموارد الحالية اللي تتبلغ 773 موظف بالمديرية الجهوية للضرائب البيضاء حقيقة باقي ما تستطعش لحد الآن أنها تكون تلبي جميع الحاجيات المطلوبة منها وهذا تيشكل واحد العائق واحد الإتعاب للموظفين اللي تيبذلوا مجهودات 773 موظفا يشرفون على الملفات الضريبية لأكثر من 2250 شركة كبرى وما يقارب 90,000 مقاولة متوسطة وصغرى وأكثر من 131,500 شخص ذاتي تجميع المعطيات على الملزمين بالضرائب ما زال ينجز بطريقة تقليدية مئات الملفات والملفات الاشتغال على نظام المعلومات في بدايته جميع المعلومات اللي خاصه بالمقاولات الكبرى يمكن لنا ندخلوا لها هنايا في اسرع وقت ممكن هذا النظام هذا غيمكننا من تجاوز المشاكل اللي كانت مطروحه قبل ان المعلومه كاينه في مراكش وتهم الدار البيضاء ولكن السيد اللي في الدار البيضاء ما عندوش هذه المعلومه والعكس صحيح فيما يخص تبادل المعلومات مع مؤسسات خارجيه هذا ورش
للمديرية العامة للضرائب عازمة على أنه تشتغل عليه وغيمكننا من توفير الوقت والجهد من أجل أن تكون عندنا المعلومة اللي تساعدنا في إطار العمل ديالنا وفي إطار عملية التضريب. قلة الموارد البشرية، غياب الربط المعلوماتي مع مؤسسة أخرى، عوامل تؤثر على تحصيل الضرائب. حسب المسؤولين من الصعب تقييم الباقي استرجاعه، والتهرب الضريبي واقع. نقدروا ما نسميوهاش في كل حالات تهرب، هي كاين حالات تهرب، هذه مسألة لا شك فيها، ولكن كاين حالات أخرى اللي يمكن وصفها بإغفالات، بأخطاء، بمسألة عدم فهم مثلا قانون أو مقتضى من المقتضيات القانونية إلى آخره. هذه كلها كتشكل واحد الفارق بين القوانين الجبائية كيفاش يمكن التطبيق ديالها بطريقة حرفية والواقع اللي تيمثلوه الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين. رغم المشاكل، تعمل الدولة على تشجيع الملزمين بالضرائب للأداء. الوسيلة إعفاء من الغرامات، الزيادات والصوائر، وإمكانية الأداء على دفعات لمن يريدون تأدية ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية السنة الحالية. سيد الوزير، فيما يتعلق بالإصلاح الجبائي، أكيد تكلمت في البرلمان يوم الاثنين على شي إجراءات جديدة للتحصيل ومجتهد المشاكل اللي كنتكلموا عليها. هو في الواقع في قانون المالية لسنة 2013 استبقنا الأمر، عرفنا بأن كانت ستكون سنة صعبة على الصعيد المالية العمومية نتيجة لكون أن الأزمة الاقتصادية العالمية فهي مستمرة وعندما لم تداعيات وانعكاسات على الاقتصاد الوطني منذ سنة 2008، وهنالك كذلك من جهة أخرى أن هذا يكون عنده انعكاس معلوم على المداخل الجبائية مستقبلا. وبالتالي من بين القرارات التي خديناها درنا مجهود سنة 2012 باش نحسنوا الباقي استخلاصه، استطعنا نجيبوا واحد 3 مليار ديال الدرهم، ولكن شي كان غير كافي. تبين أنه من الضروري أن نفتح صفحة جديدة مع المواطنين ومع المقاولات من خلال إعفاء جميع الضرائب ديال الدولة، لا بالنسبة للمواطن ولا بالنسبة للمقاولات، من جميع الغرامات والصوائر والفوائد خلال هذه السنة. ومن جهة أخرى كذلك وزارة الداخلية في إطار الإصلاح ديال القانون الجبائي المحلي تم اتخاذ نفس القرار، لأن هذا قرار حكومي. الهدف من هذه العملية شنو هي؟ الهدف من هذه العملية هو نحلوا هذه الكيفية النهائية المشكل ديال باقي استخلاصه. وهنا تنوجه نداء للمواطنات والمواطنين والمقاولات أنهم يتعبؤوا ويجيوا يخلصوا الأصل، وحنا غنعفيهم جميع الغرامات، ما يخلصوا إلا الأصل. وغايب بحال اللي قال أننا حنا مستعدين أننا نعطيو تسهيلات في الخلاص. الهدف من هذه العملية شنو هو؟ وهو أولا بنيو نبداو صفحة جديدة في هذا المجال، نبنيو الثقة من جديد مع المقاولات ومع المواطنين والمواطنات، وأننا في نفس الظرف أننا نعملوا كذلك على العمل. وعندنا كما تعلمون المناظرة حول الإصلاح الجبائي، واللي جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهي مدعوة للمناقشة والعمل في هذا الإطار ديال الإصلاح. الهدف ديالنا هو كالتالي، وهو أولا أن نصل إلى نظام جبائي الذي يكون منصفا، لأن اليوم جميع تخصو يساهم، ولكن كل واحد تخصو يساهم على حسب القدرات دياله. النقطة الثانية وهو أننا في إطار هذا العمل أننا نوسع كذلك الإمكانيات ديال الجبايات من خلال محاربة في هذا الإطار، أو إدماج أكثر من محاربة، إدماج العاملين في القطار غير المهيكل. القطار غير المهيكل درنا تدبير هذه السنة، تم تخفيض ديال 30% 10% من الضرائب، وكذلك الإعفاء بالنسبة لما تم القيام به في الماضي اللي غيدخل اليوم. ورا كانت نتائج السنة الماضية 13,000 اللي كانت تشتغل في القطاع الغير منظم، مقاولات صغيرة، واللي اليوم بدات القطاع المنظم، وبالتالي تتخلص الضرائب وتتشارك في المجهود الوطني. ثالثا اننا نحسنوا كذلك التنافسية ديال المقاولة، لان هذا شيء اساسي، ان الهدف ديالنا وهو نحسنوا تنافسية المقاولة، لكن في نفس الوقت اننا نعيد النظر في الاولويات. لان اليوم
النفقات الجبائيه من الضروري اننا نقلصوها، ولكن في نفس الوقت اننا نعطيو الاولويات للقطاعات الواعده، لان كاين القطاعات استفدت سنوات اليوم تخصها تشارك كذلك في مستوى النمو باش يمكننا كذلك نساعدوا قطاعات اخرى. باختصار كذلك حسين الزيق، اراء المشاهدين. نعم، اذا المداخلات والاراء ديال المشاهدين متواصله، المواطنين كذلك كيقترحوا ولا عندهم اقتراحات وحلول ربما لتجاوز ما يسمى بالازمه. رشيد اصبان من اكادير يقول اعتقد انه لمواجهه الازمه الماليه يجب رفع الضريبه على الثروه، معاقبه الموظفين الاشباح، استرجاع ما بذمتهم للدوله. حسن بن الزين من الريطاني على الحكومه خفض اجور الموظفين السامين. في نفس السياق خالد أربيعي من الحسيمة يقول على الحكومة أن تتجه رأسا لأصحاب الرواتب الثمينة، وعلى الحكومة أن تحارب الفساد بالفعل لتسترد ما ضاع من موارد الدولة لإنعاش الميزانية. سعيد الشنوفي من العرائش ومع حسن الرباحي من ورزازات كيأكدوا بالقول لمواجهة الأزمة يجب محاربة التهرب الضريبي، فرض الضريبة على الثروة وإلغاء المهرجانات التي لا طائل منها. اقتراحات أخرى جاتنا من السيد عبد العظيم المهداوي من مدينة تنغير كيقول فيها الحكومة مطالبة بأن تعد قانون موازنة بأسس جديدة وواقعية تعتمد الاحتياط وليس المبالغة في تقدير الإيرادات. بدر التويري من تارودانت، فاطمة أبو عثمان من تونات والحسين البقالي كذلك، لم يحين الوقت لكي تلجأ الحكومة إلى ترشيد نفقات جل الوزارات وتخفيض أجور النواب البرلمانيين. محسن سعف من بني ملال، عبد الصمد نجيب والسيد يحيى بن سعيد من شمال فرنسا كيذكروا الضيوف بقضية وزير المالية الفرنسي كايوزاك، وفي سؤال الضيوف اللي فيه بحث على الحلول كم من جيروم كايوزاك عندنا هنايا في المغرب، وماذا عن التدابير المستقبلية للحد والقضاء على التهرب الضريبي وتحويلات المالية للخارج. شكرا لكم المشاهدين الكرام. بقى دقائق محدوده. السيد طالب العالم، من غير النقط اللي تكلم عليها السي الاستاذ الرج والسيد الوزير، شنو في نظرك انت من ربما من تدابير واجراءات اخرى اللي ممكن انه نتجاوزوا بها هذه الظرفيه الصعبه اللي احنا فيها؟ الظرفيه الصعبه اللي كاينه، شنو هي الظرفيه الصعبه وكيفاش الظرفيه الصعبه خلقت؟ انا عندي مشكل، يعني عندي مشكل مع نفسي، لانه هذا الشيء ما كانش ممكن يوقع لو استمرينا اولا بالحفاظ على الثقه اللي كانت في الاقتصاد الوطني، ونخليو الفاعلين الاقتصاديين ونشوفوا كيفاش نزيدوا في هذاك الشيء التدابير اللي تكلموا عليها الاخوان، لما كنخلطوا ما بين التدبير اليومي والخيار الاستراتيجي والكلام ديالنا كيتخلط، راه كنخلقوا اللخبطه لدى المواطن. فبالتالي انا كنقرا هذه الوثيقه هنا بسيطه، انا قريت يعني البرنامج الانتخابي للاخوان العداله والتنميه، وقريت البرنامج الانتخابي ديال الاخوان في الاستقلال، لا اعتقد انهم قراوا ديالنا احنا التجمع، لا اعتقد، اللي فيه الأجوبة كلها، هذه الأجوبة اللي كانت تكلموا عليها. المغاربة؟ لا، المغاربة ما صوتوش على برنامج مثلا كتعرف. من الأجوبة اللي فيها مثلا السي العالمي؟ أنا ما جيلك، أنا غير هنا كان قبل ما نمشي كنقرا هاد لا نوت ديال لو فون مونيتير انترناسيونال، صندوق النقد، صندوق النقد الدولي اللي صدر في 2013 يوم بالضبط يوم هذه كومينيكي دو بريس 13/38 4 فبراير 2013 حديث العام. وكيطرح الاشكالات، كيقول لك اودي ضروري انه يجب الرفع من تنافسيه الاقتصاد الوطني بتجهيزه او بتجهيز الاقتصاد الوطني، يعني خصك تستمر في الدعم اللي كنا دايرين حنا، هذا الخيار لو شوا. واش هذا خيار ولا املاءات؟ لا لا، هذا الخيارات هو دابا الاملاءات، ولا هذا الاملاءات راه ما كنا داروا الاملاءات كره كاع ما نوصلوا لهذا الشيء، ماشي مشكل ديال الاملاءات، هذا تقرير ديال صندوق النقد الدولي حول وضعيه اقتصاديه وكيدعم وكيقول لك زيد القدام. الان ما كاينش هادشي، ما صوتوش على البرنامج ديالنا لان ما كذبناش على المغاربه، ما قلناش غنديروا. لا انت كذب اسدي، انا ما قلتلكش انت كذبت، انا ما قلتلكش كذبت، راه الامر المغاربه اذكياء. ما قلتلكش كذبت يا سي عبد العزيز. السلام عليكم. خلي السي طلبي، خلي السي طلبي يختم. انا حنا ما بغيناش نكذبوا، لان ما بقاش لنا الوقت، ما عطيناش وعود اللي هي فايته السقف ديال الامكانات والطاقات ديال البلاد، في حدود الامكانات والطاقات ديال البلاد، والتاريخ سيحكم وغادي توقع المقارنه. وامر جميل ان احزاب في المعارضه كتدخل كتسير الشان العام، واحزاب اللي سيرت الشان العام كتخرج للمعارضه كتعاود تهيكل نفسها، وهذه بلادنا هي اللي كتربح والديمقراطيه اللي كتربح. ما عندناش عقده من هذا الامر، ما عندناش عقده ابدا، لكن عندنا عقده لما الامر يمس او يهز بحال داكشي اللي بغي هذا، داكشي اش كنقول لك انا في المعارضه. سي طلبي العام،
ما هي الإصلاحات؟ لا لا ما المقترحات؟ لأن ما بقاش الوقت السي طلبي يعني بسرعة المقترحات يلا. نحن نتوفر على المقترحات ولا ما نذكر بعض منها. المعارضة السيد رئيس الحكومة كان يستدعيه الوزير الأول لا سيد رشيد الطو ولا سي عباس الفاسي وكيجلس معه وكيدير معه جلسات عمل وكيوقع التواصل حول الملفات الكبرى للبلاد. ما يمكنش الأغلبية لوحدها دون استشارة المعارضة وتجي تطلب منا التعبئة ونكونوا مساندين، واش بغيتوا نديروا الحزب الوحيد؟ حنا عاجبانا هذه الوضعية، ولكن هذه الوضعية كاين المسائل اللي ما كنختلفوش عليها، هي المصلحة العليا للبلاد، هي القضية الوطنية، هي الملكية، هي الحفاظ على الأمن والاستقرار، على النمو الاقتصادي، على تحسين ظروف العيش للمواطنين. حنا كنوصلوها بطريقة وانتم كتوصلوها بطريقة أخرى، كنختلفوا في المقاربات لكن كنتفاوضوا كنتناقشوا بشكل مؤسساتي الى رضات الاغلبيه وتواضعات شي شويه وتسال الخبره ديال المعارضه. شكرا عمري باختصار. حنا على كل حال الخبره اللي كتوصل الازمات ما عندنا ما نعملوا بها، اللي مهم هو انه رحنا في وضعيه دستوريه جديده ومنطق الحزب الوحيد او التحكم ولا الماضي ديال لا المغرب دخل مرحله ديمقراطيه اساسيه. الاصلاحات ميزوا بين ان الاصلاحات اللي هي الاستعجاليه هادشي اللي كدير الحكومه ضروري استعجالي، وبين الاصلاحات اللي الاثر ديالها ما يمكنش يكون في 2013 عندها على المدى المنظور المتوسط. منها مثلا اهم الاصلاحات كنظن بانه الى شفنا بان الضريبه على الشركات 2% ديال الشركات اللي كتعدي 80% ديال الى شفنا الوضع الان على المستوى النفقات الجبائيه والاعفاءات اللي دارت والتقييم ديال المردوديه الاقتصاديه والاجتماعيه ديالها، خاص هذه المناظره ديال 29 30 ابريل تكون فعلا في اطار تشاركي تشاور مع الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحكومه وعباد الشؤون الغربيه وعباد الامر. اذا هذا امر اساسي وجواري. الاستمرار في مقاومه اقتصاد الريع، لان فعلا كانت بعض الاصلاحات وكلما بدات كيقول ايوا غير هذا الشيء، واش غير اللوائح، واش غير الاجريمنت؟ لا سيدي، خاص استمرار في مقاومه اقتصاد الريع، وخص كل الشفافيه في هذا الامر لانه موارد اساسيه، خاص على مستوى الاصلاحات الاساسيه اللي مرتبطه على مستوى المقاصه. ما كاين لا ابعاد انتخابيه لا جوج، الا بقينا بهذا المنطق راه ما عملنا ندير الاصلاح. الاراده السياسيه لما تم التفكير بالاصلاح المقاصه ينبغي هذا ماشي ديال هذا الحزب او هذه الحكومه او الاحزاب الاغلبيه، هذا ديال المغاربه. واش غنستمروا بهذا المنطق؟ احنا في 28 مليار ديال الزياده فين غادي نوصلوا؟ لابد ان يكون اصلاح حقيقي على مستوى صندوق المقاصه في اطار المنهجيه التشاركيه التشاوريه وليطمئن الجميع. العداله والتنميه او غيره، حنا في هذا المنطق الانتخابي ماشي هو ما ليس حاضرا لما تكون المصلحه ديال الوطن وديال البلاد وديال الاستقرار والاستقرار والاصلاحات الكبرى المهيكله على مستوى مقاومه الحالات ديال الفساد او التملص الضريبي. الاستجابه لهذا النداء في الحقيقه لما كنجيو هذه الاشاره ديال الاعفاءات، وخص المقاول او المواطن تكون روح، لان الدستور كيتكلم بان التكاليف العموميه خص الجميع يساهم فيها من اجل ان تكون الرخاء يكون نمو، وانا ذاك سيكون لفائده المقاوله لفائده المواطن وليطمئن. انا بغيت نطمئن بانه الاثر على القدره الشرائيه ديال المواطن كما كتب البعض او على مستوى النمو، هذه الاجراءات ما عندهاش اثر على مستوى القدره الشرائيه، لان البعض كيحاول يجعل. فانا اظن بان الاصلاحات الهيكليه واضحه، خص منهجيه تشاركيه وخص الجراه، وكل من يقاوم هذه الاصلاحات ينبغي ان يعلم بانه كيلعب بالاستقرار وبالمصير المستقبلي ديال بلادنا، فلا للعرقله والتشتت باختصار تماما لهذه الاجراءات بسرعه. سياسياً باختصار، صحيح اننا كنعيشوا التغيير في ظل الاستقرار، ولكن ماشي حيت واحد الحزب اليوم دخل الحكومه بفضل نضالات رجال ونساء هذه سنوات. اليوم خصنا نحترموا الذكاء ديال المغاربه ونوعدوهم باللي نقدروا نديروه. الامر الواقع ما كيقبلوا حتى شي واحد. السيد طالبي قال انه خاص تشاركيه، اكيد هناك التزام اخلاقي، نجلسوا كاملين نتخذوا الاجراءات الاستراتيجيه. حتى واحد ما بغى يدخل مع الحكومه في التدبير اليومي لانها مسؤوليتها وكل شيء غيحاسبها عليها من بعد. هذا الشيء اكيد. اليوم ما هو ضروري؟ الاصلاحات المقاصه تستنزف ميزانيه الدوله، الاصلاح الضريبي، المقاصه مرتبطه بالاصلاح الضريبي لانه ماشي كل موضوع بوحده. اليوم يجب اعاده النظر في نموذج النمو اللي كاين في البلاد. تنظن ان السيد الوزير في مجموعه من التصريحات اكد على هذه القضيه. اليوم نموذج النمو المعتمد في البلاد اثبت محدوديته
ولا صعيب اننا نخلقوا الثروه. الا لاحظتي قوانين الماليه كتعاود، هناك اجراءات طفيفه ولكن نفس النموذج كيتعاود. دونك يجب اعاده النظر في كل ما هو استراتيجي، ولكن ما ننساوش كل ما هو يومي. كيف ما قلت يجب احترام ذكاء المغاربه، لان الواقع كيقول في عام وربع ديال التسيير ديال هذه الحكومه المغاربه كيعقلوا على ثلاثه الحوايج. تيعقلوا على النمو اللي هبط من 5 فاصله الى 2 فاصله في 2013 لا مين يطلع نهضروا عليه، لا نحاسب النوايا. كيعقلوا على الزياده في اسعار المحروقات، وبالتالي الزياده في جميع الاسعار. ما قطعتكش المغاربه كيعقلوا ان الحكومه اليوم تعسفت على المكتسبات ديالهم وحيدات لهم 15 مليار درهم كانت غادا توصل لهم الطريق والمدرسه والسبيطار حتى لعندهم. استاذ الراجل بقى عندك شي اضافه؟ انا بالنسبه اساسا بالنسبه للاصلاح الجبهي، لان استاذ ديال الماده في الجامعه وفي المعهد العالي للتجاره واداره المقاولات، ثم ثانيا هذه الفرصه باش ندير اشاده بالاداره الجبائيه بالكفاءات العاليه ديالها اللي يمكن المغاربه يفتقروا بها. ولكن المشكل اللي عندنا في المغرب انه هذه 30 سنه بلي دخلنا الاصلاح الجبائي، باقي الثقل هابط على نفس الاشخاص على نفس الشركات. تنقول حان الوقت مراجعه توزيع عادل ديال الثقل الضريبي ما بين الاشخاص، ما بين الافراد، ما بين القطاعات. المغرب محتاج للقطاع الفلاحي، القطاع الصناعي، القطاع التجاري. لا يعقل قطاع يؤدي الضريبه وقطاع لا يؤدي الضريبه. ربما الندوه ديال بعد اسبوعين غادي تكون فرصه للنقاش وتعميق النقاش، ولكن لا مفر منه، ولا سيما المغرب مسجل في الدائره ديال البلدان المجتهده جبائيا على خلاف بعد الدول الصديقه والمجاوره اللي من الكسلاء من الزاويه الجبائيه، لانه عندهم دخل كبير من الزاويه الريع البترولي اللي خلاو انه كيبنيو كاع الاقتصاد ديالهم على هذا الريع، على خلاف المغرب كيخدموا كينتجوا كيخلصوا الضريبه. غير حال الوقت تكون هناك عداله اجتماعيه وعداله ضريبيه، ويكون هذا الدور الكبير ديال الدوله، ويكون من المنجزات المهمه. استاذ رج السي عمر السي اشيبان السي الطالب العالمي والسيد الوزير نزار البركه، اشكركم جميعا. نشير المشاهدين الكرام الى ان لكم موعدا غدا مباشره بعد نشره الاخبار المسائيه مع حلقه خاصه ومباشره سنتناول فيها رفقه ضيوف كرام اخرين اخر مستجدات القضيه الوطنيه. الى ذلكم الحين اشكركم، اشكر الجمهور الحاضر معنا هنا، والى اللقاء بعد او مساء غد بحول الله.